ما غير سبب، ما فيش شخص يتعدم ما غير سبب، ما فيش شخص ما يلاقيش العلاج متاعه. احنا نشوفه في الطرق متاعنا، تنزل قطرتين مطر البلاد تغرق، نشوفه في ولادنا اللي بيمشوا مستشفى، الحدود معبية، ليبيين كل يوم يمشوا لحد الآن. هذا زمان كان في السابق وموجود حاليا. احنا طرنا عليه فساد، والشيخ محمد المدني قال احنا ما طرناش عليه الطاغية، طرنا عليه فساد. صحيح. شباب في جبل لما تاروا تاروا على الفساد، مصراتة لما تاروا تاروا على الفساد، تاروا على المعمر لأنه قتل أولادنا، الشرق لما طلع، بنغازي لما طلعوا يوم 15/2 طلعوا من أجل الحقوق. تمام. أرم بكل تأكيد نحن نحترم كل هذه التضحيات والشهداء بما في ذلك والدك رحمه الله تعالى الذي ضحى شهيدا من أجل هذه الثورة وكل شهداء الليبيين. نبدأ بملفات الفساد تواليا. ماذا لدي؟ تواليا. أول حاجة نبدأ بملف هو بتاريخ يوم 6/6/2013. هذا التاريخ موصل رسالة من معالي السيد وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني، تحية طيبة، وبعد شخص وطني مقدم طيار زياد عياد زايد الساكي المقيد تحت الرقم وكذا. هذا الشخص هو ضابط في السلاح الجوي، أتى للمؤتمر الوطني وقال لهم احنا يا ناس عندنا 4 طيارات لما صارت مشكلة الحريق في المرج ونحرقوا غابات كثيرة، الدولة الليبية قاعدة تحايرة كيف تطفي هذا بطائرات. الدولة الليبية كلمت إيطاليا، والشيء هذا معروف عند المسؤولين، حتى تحتيهم طائرات مش يطفوا. طيب. إيطاليا بعتلي قالت لهم احنا منشغلين، عندنا محتاجين الطائرات هادو وما نقدروش، عندنا أشياء ثانية. الدولة الليبية وأعضاء المؤتمر الوطني شخصيا يعني يتكلموا في دولة تركيا ودولة تونس ما يستعينوا طائرات، بينما احنا عندنا 4 طيارات لو تمت حالة صيانتهم، وهذه الورق وهذه المذكرة، وهذه أيامات كان المقرر المؤتمر الوطني هو السيد نوري. صحيح. نوري علي بوسهمان، ويقدر تقدر تشوف الورقة هذه، الورقة لكي نعرضها. طيب هذه الورقة فيها انه يقول ان عندنا 4 طيارات، ان في إمكانية في تقدر تفتحها، فيها تقدر. طيب. تفتح الورقة فيها كيف حالة الطيارات، وان لو صرفوا عليهم شوية وداروا لهم عمرة ان الطيارات هادو يبدو يستخدموا فيهم. طيب. للأسف الضابط هذا ما فيش حد لقاه سمعة، وشفنا صفقة الطيارات صارت قبل 4 أيام أو 5 أيام مع الدولة الإيطالية بقيمة 67 مليون، بينما احنا عندنا 4 طيارات كنا نقدر ندير لهم صيانة وكنا نقدر نستفيد بهم، والشعب اللي بيستفيد بهم خير ما يخسر فلوس ويخسر ميزانية يعني ما تقدر. لو حسبتها وانا وبعض الاشخاص الوطنيين في ليبيا ان القيمه 51 مليون الفارق، بينما لو درنا الصيانه هذه والدوله احنا نقولوا عندنا عجز، ليش الدوله الليبيه اشترت هالطيارات من ايطاليا بينما عندنا احنا طيارات نقدر نستفيدوا بهم. طيب عندنا طيارات ممكن ندير لهم صيانه، هذه بروحها قضيه فساد. طيب خلي الورقه عرضناها، طبعا هذه الورقه مشاهدينا الكرام فيها نحيل إلى سيادتكم المذكرة الشارحة المقدمة من السيد العقيد فني زايد عياد زايد ساكي المقيدة تحت رقم ص/س/36/79 الصادرة في تاريخ 27/5/2013 بصفته أميرا لصيانة طائرات الأنتينوف 32 والباك 40 برئاسة أركان القوات الجوية شعبة النقل الجوي، واضحة بذاتها للطف ضد الظل بعرض ما جاء فيها على السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء للاختصاص والإحاطة. هذه موقعة من السيد نوري علي أبو سهمين مقرر المؤتمر الوطني العام. طبعا طائرات الأنتينوف والباك أيضا طائرات روسية الصنع، هذه الطائرات ربما نعطي عليها فكرة، الطائرات مجهزة لإطفاء الحرائق والغابات وكذلك نقل المعدات الخاصة مثل نقل المضخات والمضلين وعدة الإطفاء الحرائق للمناطق المتضررة. هذه الطائرات يمكن استغلالها في الأوقات العادية كطائرات نقل للركاب وإسعاف الحالات الطارئة من منطقة إلى أخرى، ولهذه الطائرات مشاركات عديدة في السابق في إطفاء الحرائق من منطقة الأبرق والبيضة ورأس لانوف والخمس والكفرة، وأدت مهامها وعملها على أفضل وجه. قصتهم هذم الطائرات، هل هم يعني خارج نطاق الخدمة أم يحتاجوا إلى صيانة؟ ماذا؟ هم الطائرات هادو على حسب ما قريت التقرير وعلى حسب ما الناس اللي شرحوا لي إن الطائرات هذه محتاجين لعمرة فقط، الطائرات هادو يعني يقدروا يعدوا صيانة فقط، صيانة ويقدروا يستخدمون ل4 سنوات. والطائرات هذه واحدة من الطائرات اللي جابت ابن المقبور سيف الإسلام، جابته من الجنوب وصلته لمطار رحبات اللي كان في رحبات وتم تسليمه في الزنتان سجنه، هذه واحده من الطائرات استخدموهم، يعني الطائرات شغاله ومية مية. ليش الدوله الليبيه تمشي تشتري من الدوله الايطاليه 4 طائرات واهدار للمال العام؟ طيب هذا لحظه نكمل لك،
الطيارات هادو من ايامات المقريف، يعني في مراسلات، وهي عندي مراسله من السيد المحترم وزير الدفاع، ويا ريت تقراها وتوريها للمشاهدين. هذه في مراسلات بين وزارات ان الطيارات هادو، يعني نعطيك المختصر المفيد. في ذات الوقت فان وزاره الزراعه تمتلك طيارات نقل نوع اليوشن يمكن الاستعانه بها واستغلالها في عمليه نقل ما قد تحتمل وتستعين واياكم في تحميل مصاريف الصيانه والتدريب وغيرها في النفقات الماليه الاخرى. يعني الدوله تملك طيارات. انا بنقول لك معلومه، ليبيا حاليا قاعده تتعاقد مع منظومه طيارات اللي هي بدون طيار. ليبيا عندك علم من ايامات المقبور في طيارات موجوده عند اشخاص. حنجعل قصه الطيارات اللي بدون طيار، حنوروا هذه للمشاهدين الكرام، وهي في ذات الخصوص امتلاك ليبيا لطائرات لاطفاء الحرائق لم تستخدم. تم تاجير، طبعا الدوله الليبيه قامت بتاجير طيارات من ايطاليا. كذلك عقدت رئاسه الحكومه المؤقته صفقه ب 67 مليون من اجل شراء كم طائره؟ اربع طائرات. تقريبا اربع طائرات، وعلموا احنا تقريبا قبل اربع ايام خمس ايام، بينما احنا عندنا طيارات ونقدر ندير لها صيانه ونستفيدوا بهم والطيارات هذه تخدم. تمام. الشيء هذا موقر عندكم ووصل حتى المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني لكن للعيب في التقرير ايضا، في تقرير السيد زايد عايد صاكي وهو العقيد الفني امر صيانه الانتيروب 32، قال بالحرف الواحد: ما اثار دهشتنا هو تصريح رئيس الوزراء الموقر السيد علي زيدان في مؤتمره الصحفي بانه سوف يقوم بشراء الطائرات الايطاليه التي قامت باطفاء الحرائق. عليه نود ان نفيدكم علما بان هذه الطائرات الانتيروف 32 مطافي والتي تتبع شعبه النقل الجوي تحتاج فقط الى عمره لكي تسترجع صلاحيتها، علما بان اطقمها الجويه والفنيه عناصر ليبيه خالصه، وانها تمن استئجار الطائرات الايطاليه في الحرائق الماضيه لا شك انه يكفي يغطي نفقه عمر، وان ثمن استئجار الطائرات الايطاليه في الحرائق الماضيه لا شك بانه يكفي ويغطي نفقه عمره هذه الطائرات وصيانتها لمده اربع سنوات او اكثر، حيث انه لم يخصص اي مبلغ من ميزانيه الطوارئ لاصلاح هذه الطائرات، كانه لا توجد حاجه ماسه اليها. في ختام التقرير يشد وينادي بروح الوطنيه ان تحافظ على الوطن وتحاول ان تدفع بعجله البناء الى الامام. وللعلم في نهايه التقرير ايضا العلم اننا خلال السنوات الثلاثه بعد الثورة قمنا بمحاولات عديدة ومكاتبات كثيرة لتفعيل هذا الموضوع لكن دون جدوى، فنرجو منكم الاهتمام. هذه الصورة من تقرير لقدم العقيد زايد عايد زايد صاكي امر صيانة الانتيروف 32 وليباك، ومحولة هذه الى السيد نوري علي ابو سامين مقرر المؤتمر الوطني العام. طبعا مشاهدينا سنتحدث عن عديد الملفات، هذا الملف الاول ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مره اخرى. طبعا ارم للتاكيد على هذا سيكون معنا السيد ابراهيم، وهو احد الطلبه المستهدفين من هذه الطائرات، وهو من قامت بتحويل مية السلامه من اجل القيام بدوره تدريبيه على طائرات الانتيروف طائرات الاطفاء بصفه عامه، سنحاول ان نتواصل معه. طيب ماذا لديك ايضا اخر سيد ارم؟ هذا ملف كبير وملف كبير، وانا بنقول لك انا جيت هنا مش بنقول كلمه حق، والله ما نجرح واحد ولا واصل في واحد، لكن نبي نقول كلمة حق ما نبي حد، لأن ليبيا في ناس رجال ماتت على خاطرها مش ينتهي الفساد، فهمت علي؟ إن خلاص الفساد هذا لازم ينتهي. يا راجل احنا عندنا شهداء، عندنا ناس انتهكت أعراضهم، عندنا يا راجل شوفوا الدم، شوف دم الناس هادو. أنا ما نبي نجرح في حد، لكن نبي نعرف ليش وصلنا للدرجة هذه في قمة الفساد. طيب. ليبيا تحتل الرقم رابع على الفساد على مستوى العالم. صحيح. طيب الفساد الآن في الاستخبارات العسكرية الليبية. تمام. في الاستخبارات العسكرية أنا نعطيك معلومة يا سيدي، إن الاستخبارات العسكرية وفيه ناس يعني تقدر تكلمهم، إن الاستخبارات العسكرية لثلاثة سنوات لم تستلم ميزانية، ثلاثة سنوات، وأنا مسؤول على الكلام هذا الا في وقت وزاره الدفاع اسامه جويل، وهذا بشهاده اشخاص الاستخبارات العسكريه، ان اعطاهم مبلغ بسيط ان ماشي مشوا بهم ارواحهم. طيب ارم يعني قبل ما نسكر الملف الاول فقط وهو ملف الطيران، ناخذ علاء المغبوب وهو احد الطلبه المستهدفين في طائرات الاطفاء.
سيد علاء مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد علاء، يعني موضوع الطائرات، الحكومة قررت بشراء 4 طائرات، وكذلك كان لديكم قرار كما أخبرتموني قبل الهواء بالإفاد للدراسة بالخارج لم ينفذ، تفاصيل الموضوع لو سمحت. والله نحن وطاقة هيئة السلامة الوطنية لتابعين مكتب هيئة الطيران بالهيئة، وصادر فينا قرار من مجلس الوزراء، قرار 423 اللي صادر من سنة 2012 ولم ينفذ حتى هذه السنة، وهو وجه من أوجه الفساد أيضا في هذا القرار، صحيح؟ من مجلس رئاسة الوزراء وفي مجال الطيران، طيران المطار كلهم طبعا. طيب يعني هل سألتم يعني لماذا لم يتم تفعيل القرار حتى هذه اللحظة؟ من السبب وراء عدم تفعيل هذا القرار، وخصوصا وأن الحكومة تعاقدت في المدة الماضية لأجل شراء الطيارات ليفترض أنكم حتطيروا عليها يعني؟ والله هي عدة أسباب، وواحد من الأسباب قصدي رئيس الهيئة وهلبة أشخاص مارقلين في الوضع هذا. من الذي يقوم بعرقلة هذا القرار يعني؟ والله هلبة أشخاص، واحد منهم رئيس الهيئة، هيئة السلامة الوطنية، وكلفوا لجنة بالخصوص هذا التي تعين المدرسة البرة في الخارج، ومشت اللجنة هذه وصار لجنة صار تلاعب في اللجنة، ومشوا شخصين، هي لجنة من 4 أشخاص مكلفينهم، ومشوا شخصين فقط. لوين؟ لأي بلد على؟ نعم؟ لوين؟ لأي بلد؟ لأي اللجنة هذه وين مشت؟ لأي بلد؟ هي أصلا في كندا، المكان التدريب بتاعنا احنا المفروض يكون في كندا. طيب احنا على اكمل اكمل على نحن نستمع اليك. في كندا المكان هو، وقصدي مشت اللجنه من شخصين، ولا شخصين هم مشوا، قصدي صار تلاعب في المدرسه نفسها. طيب واللجنه شن يعني تلعب؟ هل قاموا مثلا بتغيير المدرسه اللي يفترض انكم تقروا فيها، تغيير المدينه ام ماذا؟ قاموا بتغيير المدرسه، هي في منطقه في مونتريال، وجابوا اسم مدرسه اخرى، وتم التلاعب في المدرسه نفسها، التغيير. طيب وحين عوده اللجنه ماذا قام رئيس الهيئه؟ هل قام بفصلهم ام ماذا؟ عودة اللجنة احنا فعلنا الطلبة، قصدي انا اتكلم فيك بصفتي طالب، يعني مش مطلع الامور كلها، يعني اللي فهمنا احنا ان كلمنا احنا مدير الهيئة وشرحنا له الموضوع، قلنا له صار وصار وصار، يعني كيف هيك واحد، وقال بناخذ إجراء في خصوص هو، ولحد الآن لم يتم الإجراء في أو المدر في. ما هو الإجراء الذي طلبتم به أنتم كطلبة يعني مستهدفين في هذا الموضوع؟ والله طلبنا بالتحقيق في موضوع هو، لأن اللجنة زي ما قلت لك لم تأتي بأوراق مثل ما اللجنة اللي متعاقدين معها زي ما تقول في شركة في مدينة مونتريال اللي هي في كندا، لم تكون مطابقة لهذه الشروط. طيب وماذا حدث في التحقيق؟ يعني هل قام رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة بتحويل هذه اللجنة للتحقيق أم ماذا؟ لم يتم التحقيق حتى الآن، وزي ما قلت قرار إفاد من 2012 قاعد لم يصدر فيه أي شيء، وقاعد طلب قصدي كل يوم اليوم، وما قصدي ما فيش أي نتيجة. طيب يعني دعني أسألك هنا سؤال صريح، من يقف وراء عرقلة هذا القرار؟ والله زي ما قلت لك أنا قصدي رئيس الهيئة أول واحد هو في عرقلة هذا القرار، لأنه وقت مشينا له قلنا له 1 2 3 يعني طلب من 2012 صادر فينا قرار إفاق. طيب يعني ما سألتوش رئيس الهيئة في حالة أن وصول هذه الطائرات من سيقوم بالطيران عليها يعني؟
هل لديهم مطيرين مكتفون حتى لا يقوموا بإفادكم إلى الخارج من أجل الدراسة أم ماذا؟ والله المعلومة بالخصوص هو ما عنديش معلومة مضبوطة، لكن المعلومات اللي أنا عندي قصدي سمعتها زي ما قلت لك، إحنا طلبة يعني مش ماسكين إجراءات ولا حاجة. كويس. لكن اللي سمعناه إنه شكرا لك علاء. دعني ألخص ربما مجمل ما قلت. آرم يعني هذا ربما وجه آخر للفساد أيضا، هم طلبة مستهدفون من هيئة السلامة الوطنية من أجل إفادهم، كان لديهم قرار رقم 427 من أجل الإفاد للدراسة بالخارج بكندا كما علمنا بمدينة مونتريال، كلفت هيئة السلامة لجنة من أجل إفادها إلى الخارج من أجل التفاهم مع شركة ربما هي شركة ألفا حسب ما أخبروني قبل الهواء، لكن اللجنة التي ذهبت قام رئيسها بالتلاعب في المواصفات واختار لجنة محلية، فبدل أن يفصل قام رئيس هيئة السلامة الوطنية بتعيينه في لجنة شراء الطائرات، وهي الطائرات التي ستشرى الآن بقيمة 67 مليون هي ذاتها طائرة الإطفاء المستهدفة. والله يا أخوي شو منقول لك، لو بجيب تشوف قضايا الفساد راهو ليبي عليه كانك ما وصلتش الترتيب الرابع باهي، يعني خنبة المال العام ولت على عينك يا تاجر باهي. انت لما امس نعطيك حاجة بسيطة، بس امس الامريكان اللي شدوهم في صبراتها، هل تعلم ان رجعوا لوزارة الداخلية؟ وهذه معلومة جتني اليوم الصبح، شبوهم لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية مو مفروض يستلمهم، هادو اشخاص عندهم سلاح مو مفروض يستلمهم، جهاز المخابرات، جهاز المخابرات مفروض يحقق معهم، وين جهاز المخابرات من الشيء هذا؟ طيب هذا السؤال موجه يعني لما حدثنا قبل هو يعني قلت بأن الدولة قامت بتفريغ مدينة بنغازي من جهاز المخابرات، مش جهاز المخابرات، جهاز الاستخبارات، الاستخبارات العسكرية، جهاز تحرير الاستخبارات العسكرية. نقول لك مدور هذا الجهاز يعني في بنغازي في كتيبة اسمها كتيبة 20 أو ما تسمى حاليا بكتيبة 20. الكتيبة هذه شنو دورها؟ أنت عندك جيش، عندك قوة، أوكي؟ الجيش هذا شنو مهمته؟ مهمته أن لما تجي معلومة يتحرك ينفذ بالطريقة الصحيحة. لما تنقل كتيبة بهذه، وهذه بأمر من رئيس الأركان السابق، أن تم نقل الكتيبة هذه إلى الكفرة بالكامل، بينما احنا نشوفه في مغازي يوميا اغتلال ضباط، يوميا ناس تموت، تفجيرات، اشياء غريبة تصير في مغازي. مغازي مدينة الثورة اصبحت يوميا نسمع كل جمعة فيه ضابط يختالوه، ضابط من الضباط اللي ممكن ارم. كأنك تقول ان هذه الاغتيالات مقصودة وبعلم مسؤولين هنا؟ والله انا ما نكذبش عليك، ما نبيش نقول هذا هم هيك، لكن ليش يتم نقل كتيبه بالرغم ان في مراسلات؟ من اصدر قرار بنقل هذه الكتيبه وهي كتيبه ربما للاستخبارات؟ هذه المعلومه اللي جتني ان اللي اصدر القرار هذا ان السيد رئيس الاركان السابق اللي هو يوسف منقوش، تم اصدار قرار بنقل كتيبه 20 الى الكفره، وفي مراسلات من جهاز الاستخبارات لرئاسة الأركان ورئاسة الوزراء أن الكتيبة هذه محتاجينها في مغازي، وأن هادو الناس هادو تخدم ليبيا وهم اللي يجيبوا المعلومة للجيش. قوة صاعقة شو مهمتها؟ الجيش شو مهمتها؟ الجيش مهمتها حماية الحدود، أوكي؟ لكن الجيش عبارة على تكنة عسكرية، نقعد في معسكري لما تجيني معلومة ننفذ. الشرطة هي اللي دورها في الشارع، لكن للأسف في ليبيا بدنا نشوف هلبة مسميات. طيب أرم يعني لو سألتك أنا سؤال، يعني أنت لست مسؤول في الدولة الليبية وليس لك ربما علاقات كبيرة في الدولة الليبية، لم تكن مسؤولا سابق ولا مسؤول جديد، بالعكس أنت شاب ربما ما زلت تدرس خارج ليبيا، نتمنى لك التوفيق. كيف تحصل على هذه المعلومات وهذه الوثائق يعني؟ والله يا حبيبي شو منقول لك، فهي أنا وقت لما تدرت برنامج شباب فبراير الناس شافت أني إنسان صادق، شافت حرق الدمي ممكن، يعني البرنامج في البداية حتى كان فيه زي ما يقولوا الليبي كلام واعر، أو سمحني في الكلمة نقول هالكلمة شارع، لأني ديما نحب نكلم بكلام الشارع، وكلام الشارع تنضيض، مرات تنفلت مني كلمة، مرات فيه سامح بين قوسين تخريط،
يعني ما نتحشمش ونقول فيها بصراحه اللي في قلبي على لساني. باي فقت معمر ما كنتش نخاف من حد، لكن حاليا في الوقت الحالي تعرضت الى تهديد قبل هذه الحلقه بصراحه؟ والله ما نقولكش تهديد، لكن هو زي ما طولش لسانك هلبه، اعرف حدودك، فهمت؟ تنبيه حاجه زي هذه من من؟ الله اعلم. انا جتني معلومه من بعض الاشخاص انه خليك حذر، ما تحاولش تنفعل، ما تحاولش نداء، والكلام هذا نقول فيه انا ما نحب نجرح في حد، وممكن حتى اللي في الدوله اللي في اعضاء مؤتمر الوطن كانوا يعرفوا الوالد وكانوا يعرفوا كيف رباني. انا ابوي رباني على الحق، ما ربانيش على الخوف. لكن المستغرب هنا ان كل كلامك معزز بوثائق. ما هو نقول لك حاجه، انا ما نبي نظلم حد، الظلم حار باهي، لكن لما نجي نشوفوا ليبيا والناس اللي ماتت على خاطر ليبيا ونجوا نشوفوا الوضع الحالي، ان الشباب سامحني كلهم نص شباب كثير بدا يتعاطى المخدرات ماشي ينسى اللي صاير في ليبيا. انت المواطن الليبي الشاب الليبي لما تجي تساله تقول له شو رايك في ليبيا؟ تقول لي يلعنها، يلعن ليبيا، فهمت كيف؟ لان خلوه يفقد الانتماء بتاعه. ضبط الوطنيه اللي كانت عندنا في 9 شهور، انا قلت لك كنت مع ناس في مصراته، ناس يعني كنت مصلي، كنت ندير، كنت يعني ناس شيوخ يعني ملتزمه سلفيه، كنت معاهم وكنت معاهم في جبهات، يعني ممكن تقول لك حتى اسمهم الشيخ عوض، الشيخ سامي، وهيب السريتي، يعني شباب ما شاء الله. صالح بادي عضو المواطن الوطني كنت نشوف فيه يعني في شارع طرابلس لما يقاتل، مع احترامي ليه كان راجل كان يقاتل مقاتل، ما نبيش نشكر لك حد، ما نبيش ندم. اليوم اين هم هؤلاء الشباب؟ يعني الشباب بدا زي مش فقد الامل، لكن نقول لك انا نتكلم مع ناس بحرقه، فهمت؟ نتكلم مع ناس، هذو الناس اللي اعطوني الورق هذا نتكلم معاهم بحرقه، كلنا يقولوا نحن نراقبوا في الوضع من بعيد وما زالت ليبيا خير وهذا بعد طول، لكن لي انت هل هل هل, هل تبوا تستنوا ان ليبيا توصل انها تتسلف؟ احنا يعني في معلومات والله اعلم مدى صحتها، لكن في ناس مدوني به ان ليبيا دخلت على الاحتياطي، وهذا الصديق الكبير قاله وبعث لي انفاه رئيس الحكومه، ما فهمتش يعني حتى تضارب في الانباء، حتى المسؤولين تضارب في الانباء، ما تعرفش منه اللي يقول في الحق ومن اللي يقول في الغلط. يعني لان احنا بنقعد هيك، يعني علاش خليت، علاش خليت الشعب الليبي يفقد حبه لليبيا؟ طيب ارى حرقه في عينيك وربما بداية دموع، يعني سبب هذه الحرقة يعني لماذا؟ وكأنك خائف من شيء ما، كأنك تنظر إلى المجهول. ممكن نطلع فاصل بصراحة. أتمنى لك السلامة آرم. مشاهدينا الكرام نمشوا لفاصل من ثم نواصل هذه الحلقة، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، آرم هو أحد الشباب ربما من لديه وطنية كبرى على ليبيا حتى يشعر بهذا الإحساس. نتمنى من كل الشباب الليبيين أن يكونوا على وعي هذا الشاب. طيب آرم، يعني في الحسابات العسكرية لديك ما تقول أيضا بالأدلة، أيضا ماذا لديك في الحسابات العسكرية؟ أنا حنوريك وثيقة باهي، والوثيقة هذه كلنا الشعب الليبي سمعها بالباخرة، وممكن مش كلهم، لكن قبل شهر ونص كانت في باخرة سلاح جاية من أوكرانيا. الباخرة هذه تم توقيفها من الانتربول في البحر، في البحر باهي. لما جو طلبوا منهم تصريح، هو تصريح زي هذا باهي، هو تصريح زي هذا، وهذا مكتوب باللغة الإنجليزية تمام باهي. لحظة، مش نكون المعلومات كلها كاتبهم هنا، مش منكونش نقول في حاجة خطأ ولا ايه. المهم فيه، هذه وثيقة جديدة، هذه وثيقة جديدة لصفقة جديدة وحنقول لك عليها وحنشرح لك عليها، لكن الوثيقة زي هذه. طبعا تحت كل وثيقة هذا الترخيص اللي يسموه فيها متاع انك انت معترف بيك دوليا
وان لازم تكون توقيعة مثلا توقيع مدير المشتريات يعني. مدير المشتريات العسكرية لان هذه معتمدة دوليا ومعتمدة على المتحدة. باهي قبل شهر ونص في باخرة جاية من اوكرانيا فيها سلاح، اشتروا سلاح من اوكرانيا شدها الانتربول قال لهم بالله اعطونا الترخيص نتاعكم انكم جوكم يعني زي ما تقول للسلامة، فهمت ابو يعقوب وين السلاح هذا وين جاي. لما اخذوا السلاح لما اخذوا الورقة الترخيصات يلقوا توقيع، توقيع شخص باسم شخص ثاني، وهذه وثيقة ثانية موقع لها شخص ثاني. طيب هنجيب لك هذه الوثيقة بتاريخ 9/12/2013 موقع من السيد جمال الدهماني. من يكون جمال الدهماني؟ الله أعلم. مفترض توقيع من هنا تكون؟ مفترض تكون بشير بوضفير بوضفير أو شيء. نشرحه من يفطر مع هذه محتوى هذه الوثيقة، أن هذه الوثيقة بشراء أسلحة بقيمة هنا 25 مليون. صحيح. صحيح. هي كلها باللغة الإنجليزية. الموقع في الأخير هي المصيبة الوحيدة في التوقيع ليبيا يعني جمال الدهماني، هي المصيبة الوحيدة في التوقيع. الشخص اللي مفروض يكون موقع غادي اسمه بشير بوضفير، وهذا مدير المشتريات العسكرية والمسؤول إنه لما يجيبوا سلاح هو اللي وقع. يعني نقول لك الصفقة هذه لو صار منها وجد ووصلت الوثيقة هذه، إما لما يجيك الانتربول تسلمها له تقول له هذه وثيقة، بيقول لك من جلال الدهماني هذا، ما عندناش توقيع متاعها يا أخو، بالله هات حتى سلاح، معناها بيصدروا منك، معناها المال العام ينسرق مرة أخرى. يعني سلاح هذا اللي استفدت منه ليبيا والفلوس مشت على الفاضي، اتصادرت لأن أنت ترخيصك غير صحيح، ونعرف قبل شهر ونص الباخرة اللي اتصادرت وكان جايب سلاح من اوكرانيا. يعني بنقول لك هذه معلومات ويشهد علي الله باهي ان اخذتها من الناس نعتبر فيهم نشوف فيهم ان زي ابهاتي باهي. وانا الله اعلم ممكن بعد الحلقه هذه نطلع حيه وميت اخوتي. بس نقول لك ان السيد وزير الدفاع، لحظة مش نكون كل صادق يعني حسب المعلومات باهي، السيد وزير الدفاع فيه عندك في كل ميزانية دولة عندك ثلاثة أبواب، الباب الأول اللي هو المرتبات، باب الثاني اللي هو المصروفات، باب الثالث اللي هو التحول أو المشتريات الجديدة أو التطور. هدف وزارة الدفاع بقيمة 880 مليون باهي، بقيمة 880 مليون. هذا شنو هم؟ ماشي لو يبوا يشتروا سلاح جديد يجيبوا، لو ناقصتهم حاجه في وزاره الدفاع يجيبوها. السيد وزير الدفاع مع احترامي لي وتقديري ليه اوكي ماشي ما نكونوش نجرحه، جاب شخص قريبه ولد اخته، وجاب شخص اسمه محمد شعبان، هذا صديق طفولته، وهم اللي اصبحوا يديروا في الصفقات. يعني وكان تكاليف بالمفاضله بالتكليف، العقود اصبحت لا هذا غير تكليف، هادو ناس هم يمشوا يديروا عقود، هم اللي يشروا سلاح وما غير بعلم المشتريات العسكريه، وبعد ما يكمل يقول لك تعال المشتريات العسكريه دير، ومرات وكان فيهم خير ما يقول لك. هذه المعلومات انا ما ندريش عليها، لكن في ناس ما زودوني بها، وانا نقول كلمه حق، نقول كلمه حق يا شعب ليبي، كان تبي تسمعها بارك الله فيك، ما تبيش تسمعها ربي يحميه ويحمي اهلي وخلاص. عموما الناس هادو اللي هو ولد اخت وزير الدفاع ومحمد شعبان على حسب من وزير الدفاع هنا عبد الله الثني؟ ايه وزير الدفاع الحالي ما السيد عبد الله الثني. تمام السيد عبد الله الثني، مع احترامي لي وتقديري لي الله اعلم ممكن ولي حد الرب، لكن المعلومات هذه جت من طيب. الناس موثوقين. يعني ارم انت تقول هناك قضيه فساد بقيمه كبيره داخل وزاره الدفاع الحاليه برئاسه السيد عبد الله الثني. تمام. وهذه تثبت الشيء الفساد اللي نقول لك فيه. الورقه هذه صفقه سلاح دراجه جديده بتاريخ 9/12، هي عباره على بنادق يعني لموقع غادي، بدل ما يكون بشير البوضفير او الشخص المسؤول، يعني ما نبيش نتلخبط في الاسماء في الالقاب، موقع لها شخص اسمه جلال الدهماني، وانا شخصيا ما نعرفهاش من يكون جلال الدهماني. يعني انت توقع وهذه تقدر هذه الوثيقه يفترض ان تتوقع من السيد جمال الدهماني. ايه هذا اللي شرحوا لي الشخص اللي مدني بالوثيقه ومدني بالمعلومه. انا نقول في كلام ناس قلت له. طيب يعني المصادر الاشخاص الذين يمدونك بهذه المعلومات هل هم من داخل المؤسسات العسكريه نفسها؟ والله في اللي من داخل، يعني في ناس عندها حرقه على البلاد ويشوفوا مثلا كهذه الوثيقه، يعني هذه من مؤسسه عسكريه من وزاره الدفاع تحديدا بالخطر رئاسه الوزراء. طيب. ومشاري وما فيش حاجه كويس.
هل هي يعني من شخص ربما داخل المؤسسة العسكرية؟ لماذا لا تقوم بإعطاء هذه الأوراق إلى مثلا النائب العام؟ لا تعتبر هذه قضية تشهير؟ يا أخي النائب العام عنده ملفات بالهبل، مفيش ولا لحد الآن مفيش ولا قضية حقق فيها. قبل ما أخش الاستديو كنت أتكلم في النائب العام السابق، مش نكون صادق وممكن هو يتفرج علينا توا حين، وقلت له استاذ يعني سألت عليه معلومة اللي هي قصة الملفات اللي حولها الصديق الكبير لملف النائب العام بقيمة 1,400,000,000، حولها النائب العام ولحد اللحظة لم يأخذوا فيها إجراء. يعني هذا الكلام اللي وصل من شخص قال الصديق الكبير أو قال يعني حولت ملفات النائب العام لحد اللحظة. ليش النائب العام لحد الآن في هلبة ملفات وفي هلبة قضايا وعندي حتى ورقة هنا لحد الآن ناخذ فيهم؟ أنا اللي بنقول لك إن النائب العام وصلنا ملفات أنت كنا عرفنا أيوة هذه غسيل الأموال باهي. طيب هذه ورقة تقول وصلت للنائب العام، ورد مكتب النائب العام يوم 23/7/2013. هذه الورقة غسيل أموال الشعب الليبي، كيف إنه ديروا لجان. هذه معالي السيد رئيس المؤتمر الوطني السيد الأستاذ النائب العام تحياته وتقديم موضوع غسيل الأموال والتجاوزات المالية، نتقدم إليكم بلاغ لقناتنا الكامل بمدى تقديركم لأمانة ثقيلة التي ألقيت على كاهلكم بحكم أنكم أول من يحرص ويحافظ على أموال ليبيا والليبيين ومنع المتجاوزين والمهربين تحت عملية غسيل الأموال التي تتم عن طريق بعض المصارف وبعلم مصارف ليبيا المركزي دون جدوى، ومن بينها مصرف التجارة والتنمية. هذا موجود في الورقة وبحنوريه لك. قرار النائب العام رقم 142 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للتابعة للأموال الليبية. 2. القرار محافظ ليبيا المركزي رقم 50/2012 باتخاذ إجراءات حيال العمليات المصرفية المشبوهة. قرار محافظ ليبيا المركزي باتخاذ 3/2013 باتخاذ إجراءات حيال العمليات المصرفية المشبوهة. مرة أخرى كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام الرقم كافتا 431/2013 بشأن التحافظ على حسابات مصرفية موضوع قرار محفظ مصرف ليبيا المركزي الرقم 3/2013، علما بأن الأسماء وأرقام الحسابات المذكورة بالقرار مرفق. أنا ما عنديش ورقة بتاع هذه اللي وصلتني من شخص وتقدر توريها حتى للناس وبالخاتم وبالرقم الإشاري وكل شيء موثق. غسيل أموال الليبيين، هل تعلم يا سيدي إن في اعتمادات طلعت فلوس برا ليبيا والبضاعة وصلت فتحوا الحاويات ما نقول فيها شيء؟ وأنا نطلب منك يعني إن أتكلم يعني الكنترول لو يكلمونا نعمان الشيخ من هيئة مكافحة الفساد حيقول لك ملفات بهذه وحيجيب لك ورق وقلنا قدموها للنائب العام فيش جرالي حتى، وبالعكس يحاربوا فيها هيئة الفساد، هيئة مكافحة الفساد برأس الدكتور أسامة براس وما يبقاش تخدم ما يبقاش تدير. طيب. هل تعلم يا سيدي إن تهريب العملة الصعبة في ليبيا، إن فيه تهريب عملة صعبة بكميات رهيبة؟ نقول لك مثلا مصرف الوحدة، مش ترى مصرف الوحدة سيف الأردن، تمام، مصرف الصحاري دولة فرنسا، والنسبة كل مرة تزيد هنا نسبة الأسهم المقصودة يعني بالازدياد. ايه نسبة يعني انت لو مصارفك هذه مصارف ليبية وتفقدها بعتلي تفقد الاقتصاد الليبي، بعتلي دول خارجية تبدأ تتحكم فيك. طيب اين الدولة مما تقول الآن؟ يعني ألا تعلم مسؤولو الدولة ربما أعضاء المؤتمر أو الحكومة برد بدان يعني ألا يعلمون بهذا بما تقول؟ ربما تأخذوا إجراء بهذا الخصوص يعني. الله أعلم، أنا ما نشكك في ذمة حد، بس نتمنى السيد علي زيدان رئيس الحكومة مع احترامي وتقديري ليه بما أنه كان صديق الوالد واحترامي لكل أعضاء المواطنين من اللي نعرفهم اللي ما نعرفهمش ومن رسائل الحكومة اللي ما نعرفهم ما نعرفهمش، بالله عليكم راهو في ناس ماتت، راهو أنتوا لو ما تعرفوش إن في ناس ماتت وإحنا في ناس تيتمت في ناس تبكي. أنا واحد من الناس قعدت نهرب من أهلي حتى ما نبينش ضعفي، ما قعد ما نبيش نقعد مع أهلي مش من بينش ضعفي قدام أهلي وعائلتي إني نكون ضعيف وإن ليبيا هذه مدى يعني ما وصيت يعني وصيت بوي كانت إنه يكون قضاء عادي جيش، والوصية هذه سلمها للأستاذ حسن لامين، وممكن نشكر كتيبة حطين إن سلموني الوصية هذه إنه لازم نكملوا دراستنا. وأنا واحد من الناس تسأل فيها يا آرم وينك يا آرم وينك أنت زمان كنت تعطينا في الروح آرم يعني حول هذه المواضيع وغيرها. معنا العقيد منصور الوعر. عقيد منصور مساء الخير. مساء النور.
طيب عقيد منصور، يعني تحدثنا عن عملية الفساد التي تدور داخل المؤسسة العسكرية، كيف ترى هذه العمليات؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق نتكلم عن المؤسسة العسكرية فيما يخص مؤسسة الاستخبارات العسكرية. السيد منصور، يعني عقيد منصور، يا ريتك تاخذ امكان في تغطية مشان يكون الصوت واضح ونقدر نتواصلوا معك. لحظة بس. طيب تفضل. المؤسسة العسكرية نعتبرها هذه هي العمود الفقري للجيش الليبي. بدون هذه المؤسسة لن يقوم بالجيش الليبي أي قيامة. هذه هي أساس الليبي، هذه هي العمود الفقري. ولكن للأسف أن هذه تعاني من التهميش وتعاني من عدم الاهتمام بها. مكتب التحري والمقاصمة اللي موجود في بنغازي مثلا، كما وضحنا السيد عرب، تم نقله إلى كتيبة 20. طيب من وراء هذا النقل يعني سيد منصور؟ ربما أنت متغلغل أكثر في المؤسسة العسكرية من آرم، من وراء هذا التهميش، يعني تهميش المخابرات العسكرية؟ يعني لماذا؟ ما السبب؟ هذه من قبل كان السابق سيد المنقوش. يعني من قام بنقل المخابرات؟ من؟ من قبل أكثر كان السابق السيد المنقوش. طيب يعني أنت تقول هنا سبب تهميش المخابرات العسكرية هو اللواء الاستخبارات العسكرية فعلا، رئيس الأركان السابق اللواء يوسف المنقوش. أعطيني مساحة لو سمحت وبعدين تفضل. لا، لتأكيد المعلومة فقط، سبب تهميش المخابرات العسكرية هو الاستخبارات العسكرية هو اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان السابق، صحيح؟ نعم، هذه كانت سيئة في النظام السابق. أي طيب. نعم طيب تفضل. كانت فيها سمعة في النظام السابق، وهذه السمعة بدأت ولا زالت في نفوس البعض أن هي تعمل مثل النظام السابق، لكن المؤسسة حاليا هي هذه جديدة، وهم الكبار ويعملون في هذه المؤسسة وبقوة، وعقيدتهم هي الله والوطن وحماية الدستور. نعم. هذه المؤسسة كما قلت لك لم يتم صرف ميزانية عليها منذ التحرير حتى الآن. اللهم بعض المبالغ البسيطة التي صرفت من قبل السيد حسام الجويلي فقط. طيب. هذه المؤسسة الآن تحارب حتى من قبل وزير الدفاع الحالي، ويريد إفسادها، الأسباب قد تكون غير معروفة. طيب. الذي نعلمه أن السيد مدير المؤسسة الحالي المحال الصاعد، وهو من الضباط والاستخبارات الملمين إلا أم جيد وعلى مستوى عالي من الكفاءة في هذا التخصص، وهو من الضباط الطوار الذين انشقوا عن النظام السابق أيضا، والذين كان لهم دور بارز في دور 19 فبراير. طيب عقيد مساحه لو اريد ان اجمل فقط ما قلت عقيد منصور قبل لا نفصل عليك المكالمه، اريد ان اجمل فقط، الاستخبارات العسكريه تم تهميشها في حكومه السيد علي زيدان، لم تدعم فقط الا من وزير الدفاع السابق اسامه جويلي في حكومه الكيم، الا ترى هنا ان سبب قله او انتشار عفوا الاغتيالات في عهد حكومه الكيم هو بسبب تهميش الاستخبارات العسكريه، خصوصا انها تؤدي دور كبير جدا وهو اعطاء المعلومه للجيش لكي يقوم بالتحرك واعطاء المعلومه الصحيحه، الا ترى ان هذا مبرر من اجل انتشار الاغتيالات داخل مدينه بنغازي؟ عفوا سيدي، بالنسبه للامن خلال الامن في مدينه بنغازي له تفكيرات عده اللي اراها من وجهه نظري، قد تكون حتى تصفيات حسابات شخصيه، احنا ما نحطهاش شريعه وجهات والدين او غيرها، لكن اللي اراها انها مرات تكون في حد تصفيات شخصيه، واحد يقتل واحد هذا بيرد عليه،
قبيلة ضد قبيلة، شخص شخص، السلاح منتشر في كل مكان. الدولة لم تأخذ وضعها الصحيح، الجيش لم يقوم بعد، بالتالي موجود هذا الخلل الأمني. طيب بنوجه سؤال للأستاذ منصور، تفضل. تفضل. عقيد منصور، يعني سيد أرم يريد أن يوجه إليك سؤالا، تفضل سيد أرم. أول حاجة أستاذ محمد، أنا لا سيد لشيء، أنا مواطن ليبي تهمني مصلحة البلاد كويس. وقلبي محروم. أرم تفضل. أستاذ منصور، نبي نسألك. نعم. تسمع فيا واضح؟ نعم. أنا بنقول لك واحد من أسباب الفساد، تشوف الضي مقطوع، هذا شبكة الاتصالات ضعيفة وما تقدر حتى تسمع، يعني هذا واحد من الأسباب، هذه واحد من الفساد. كانت تبين تخش على الفساد. أستاذ منصور، نعم، نبي نعرف ليش تم نقل كتيبة 20 هذه، ليش تم نقلها للكفرة؟ لا، هي 20 تم تكليف هذه منطقة الكفرة. طب ليش تم نقلها للكفرة، تم تكليفها للكفرة بالرغم ان انت تعرفوا ان الاستخبارات العسكرية او جهاز التحري اللي يتبع الاستخبارات العسكرية واللي هو الكتيبة 20، لما يتم نقل الكفرة ان ما فيش معلومات صحيحة هتوصل، لان الاشخاص هادو هم اللي ياخذوا في المعلومة وهم يمدوا لك بها. الاشخاص هادو يلودوا في الشارع، الاشخاص هادو هم اللي يجيبوا لك المعلومة الصحيحة ويعطيها للجيش، والجيش ينفذ قوة صاعقة بغير المعلومة. طيب، كيف بتدير هنا؟ يعني عقيد منصور، يعني هنا ارم يقول لك أن السبب نقل الكتيبة 20 ربما هو مفتعل، يعني من أصدر قرار بنقل الكتيبة 20، وخصوصا أن أغلب أعضائها هم أعضاء الاستخبارات العسكرية السابقين، يعني وهم من يمدون الجيش بالمعلومات. الذي أصدر القرار هو رئيس الأركان السابق السيد المنقوش. ليش؟ لا أدري، هذا هو له صفة القرار. طيب سيد منصور، يعني أنت عقيد في أي إدارة هنا في الجيش الليبي؟ في إدارة الاستخبارات العسكرية. في إدارة الاستخبارات العسكرية، إذا أنت الآن موجود بالكفرة. لا 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 سيد، لا لا سيد، ما هو مش بقول واضح معك المعلوم. نعم. الجهاز اللي بعتوه للكفرة هو جهاز التحري، إدارة الاستخبارات فيها إدارة كبيرة، هذا جهاز التحري. نعم. هادو اللي يجودوا في الشارع، هادو اللي يجيبوا لك المعلومة، هذا تم نقلهم بالكامل الى الكفرة. ويقدر يشرح طيب عليها اكثر. طيب، يعني سيد منصور، ربما هنا سؤال لربما يدور لدى ذهن الكثيرين، يعني السبب وراء نقلهم، يعني هل هو من اجل ربما ان تكون بنغازي في فوضى ام ماذا؟ يعني يقول بصوره شخصيه ان بنغازي هناك فوضى بالتاكيد، وهناك خلل امني بالتاكيد. طيب، لكن ابعاد هؤلاء الناس الذين يقومون بجمع المعلومه، رئيس أركان لديه وجهة نظر خاصة به. طيب، لو سألتك يعني باعتبارك كعسكري، كيف يمكن للجيش أن يخدم بطريقة نظامية وبطريقة صحيحة بدون الاستخبارات العسكرية، بدون أن تكون لديه معلومة مؤكدة وصحيحة تماما؟ يعني لا يستطيع بدون استخبارات عسكرية في العالم، على مستوى العالم أي بلد لديه استخبارات عسكرية، وبدون استخبارات عسكرية وبدون معلومة سواء كان معلومة داخلية أو خارجية لا يستطيع الجيش أن يعمل. طيب، لو سألتك يعني سؤال صريح هنا، من وراء هدم الجيش الليبي، يعني وعدم تكوينه إلى هذه اللحظة بعد 3 سنوات من الثورة؟ يعني والله سؤال هذا صعب لا إجابة. أرم، يعني لو سألتك نفس السؤال، من يدمر الجيش الليبي؟ الله أعلم. من المستفيد أن في ناس يوميا تموت، هذا خلي الشعب يدور، من المستفيد أن ضباط الجيش كل يوم يقتالوا أشخاص؟ لا ما الله أعلم، حتى أنا شخصية ما نعرفش، لكن نبي نزيد معلومة. يعني في النظام السابق لما كان عندنا جهاز استخبارات قوي، يعني خلينا في النظام السابق أو نظام المقبول، سمحني ومع احترامي، معمر كان يقول للمعارضين عليه ما يعرف بالكلاب الضالة، هذا كان المعارضين تاعنا، هذا يسمي فيهم هكذا مع احترامي لكل الأشخاص، باهي هذا ما كان يطلق معمر على المعارضين، وأبي كان واحد منهم، وأنا ابن كنت ابن الكلب الضال ولي الشرف، وأبويا مات شهيد الحمد لله ومات فرضة ومات راجل، باهي الناس هذه الاستخبارات العسكرية اللي كانت تخدم في السابق هي اللي كانت تجيب في المعلومة، وعبد الله سنوسي اللي كان ماسك الاستخبارات العسكرية هو عبد الله سنوسي، كيف القوة الاستخبارات؟ كان شاد جهاز الاستخبارات، شوف القوة اللي كانت عنده والصلاحيات اللي كانت عنده، لما يعرف ان جهاز الاستخبارات المعلومة المعلوماتية لما توصلك معلومة طق تربك تديرها، فهمت كيف؟ لان عندك جيش، الجيش انا نقول لك انا جيش قاعد معسكري،
ما جتنيش معلومه كيف تتحرك. طيب السيد منصور، يعني قبل ان انهي معك المكالمه، هل اخبرتم؟ دعني اكمل اني ما كملتش مع ما زال يعني ما كملتش معك. الذي اريد ان اوصله لك بعد الذي صرت لك في السابق، ان السيد وزير الدفاع قام بزياره الى فرع استخبارات طرابلس. نعم. الوزير الحالي هو السيد عبد الله الثني ام اي منهم؟ نعم يعني. نعم نعم عبد الله الثني. نعم اي هو اضطر بما وجد من ضبط وربط وحضور وتنظيم داخل هذا الفرع. وتطرق المنتسبين الى سؤال السيد الوزير على القاء مدير المؤسسه الحالي. طيب. خاصه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتمديد فتره عمل لمده سنه او سنتين. طيب لان السيد يعني الوزير يعني سيد منصور اسمعني، الشنقاره سيد الوزير ماذا قال؟ قال والله يا الله غالبا يا رجل مضغوط علي، ما نقدرش نغير شيء في قرار. من من يعني من من مضغوط عليه؟ اجل هذا هو السؤال اللي نبحث عليه، الاجابه ما بدناش مع الناس فيها اجابه. اذا كان ممن. اذا كان يعني هو رئيس، هو وزير دفاع ويتبع رئاسه وزراء، هل هناك سلطه في ليبيا اعلى من هذين؟ شوف انت تبع زين، وصل لك معلومه، وصلتنا ايضا معلومات عن السيد وزير الدفاع. قال ان مدير المؤسسه الحالي هو قريب صفيه بركات، يعني وهذا الراجل من عبيدات وصفيه بركات بالبلحقه تنقرب هذه الهادي. فوجدنا ان السيد وزير الدفاع يحارب في المؤسسه يعني، وهي واللي تعتبر العمود الفقري للجيش الليبي. يعني انت يعني تقول وزير الدفاع هو من يحارب مؤسسه الجيش الليبي؟ كيف تبي جيش يكون سيد عقيد منصور يعني للشفافيه فقط، انت تقول وزير الدفاع هو من يحارب مؤسسة الجيش الليبي، هذا صحيح؟ هذا اللي أراه. طيب. زيد خذ هذه المعلومة. بالأمس القريب صدر قرار من رئيس المحكمة طرابلس العسكرية. طيب. على السيد وزير، على السيد رئيس استخبارات طرابلس، استخبارات ليبيا، حياً أو ميتاً. وقرار لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنع من السفر. ومخاطبة الجوازات بهذا الأمر، وإيقاف كل المعاملات الإدارية لهذه المؤسسة. يعني وتم نشر هذه الكتب في وسائل الاتصال الاجتماعي الإنترنت، يعني تبشيع بالراجل العيني عينك وبهذه المؤسسة. كيف تبي المؤسسة هذه تشتغل وتصير منها، وكيف نقدر نبذل فيه بالكفية هذا؟ يعني بدينا كل شيء منشور على الحبل وعلى عينك يا تاجر. طيب طيب يعني عقيد منصور، باعتبارك تتبع الاستخبارات العسكريه، يعني هل دخلتم على رئيس الاركان يوسف المنقوش في ذلك الوقت واخبرتم ربما هذه خطوه ربما ستفشل عمل الجيش الليبي؟ انا نتكلم على وزير الدفاع الحالي. طيب عرفنا شن قال وزير الدفاع، لكن دعني ارجع قليلا الى قرار السيد منقوش بنقل الاستخبارات العسكريه او الكتيبه 20 الى الكفرة. يعني هل باعتباركم في المؤسسة العسكرية وفي إدارة الاستخبارات، هل أخبرتم اللواء يوسف المنقوش بأن هذا القرار ربما يضر بمصلحة قيام الجيش الليبي؟ نعم، وفيها كتب تثبت ذلك، لأن هذه الكتيبة مهمة وتزود كل المعلومات وتقوم بالتحري والمراقبة وتقوم بجمع المعلومة للاستخبارات. يعني أنتم قلتوا له وهو لم ينصت إليكم أم ماذا؟ طبعا نعم 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 نعم. طيب الاسباب اللي ذكرتها لك حاليا يعني اسباب تاتي بين امر واخر، هل هي صراع عن مناصب؟ هل السيد مدير الاستخبارات الحالي يعني برغم انه لم يمانع بالتسليم ولم تاتيه لجنه بالتسليم اداريا علمت بهذا الكلام، لكن ما فيش لجنه تسليم واستلام شكل عنده مباشره في العمل. حتى ان اللجنه السابقه اللي تم تكليفها اعتذرت وتم تكليف لجنه اخرى بأمرة مقدم، المقدم هذا لم يحكي بهذا الامر ويبلغه بالبدء في عمليه الجرد والتسليم والاستلام. بالرغم ان ارسل كمقدم والتعليمات العسكريه تقول انه لازم يكون بمرتبه عقيد، يعني اقدم من الامر الحالي والامر اللي بيسلم. طيب عقيد منصور. نعم. دعني اسالك في نهايه هذه المداخله وشكرا على المعلومات التي قدمتها. لو سألتك سؤال صريح بإجابة صريحة، من يقوم بالوقوف ضد قيام الجيش الليبي ومؤسساته حسب وجهة نظرك؟ يعني والله حقيقة هذا السؤال إجابة صريحة لا تحصل على إجابة حتى لي من وجهة نظرك كعسكري فقط.
لا اعلم. طيب لا اعلم لان حتى طيب. شكرا لك. القيادات التي تم وضعها وتكليفها في مناصب لم تاتي بجديد ولم طيب. تفعل الجيش لماذا؟ شكرا لك العقيد منصور من إدارة الاستخبارات العسكرية، شكرا جزيلا لك، وصلت فكرتك. طيب حاز آرم، يعني لديك تعقيب ما قاله العقيد منصور؟ والله المعلومات اللي قالها العقيد منصور نفس المعلومات اللي جايتني، وان في ناس في إدارة الاستخبارات العسكرية، وان في موجة من تهديدات وتحقيقات على رئيس الاستخبارات العسكرية، وانه يبقوا ينقلوا بطريقه لان الشخص هذا يخدم طيب. بطريقه وطنيه. طيب اذا كان يعني جهاز الاستخبارات العسكريه اللي يفترض انه هو روح الجيش لو صح التعبير تم تدميره، فكيف بالمواطن البسيط؟ والله المواطن البسيط ما ليه الا ربي، فهمت كيف؟ ولا ليه المسؤولين انه يشوفوا ليبيا ويشوفوا لدم الناس ويشوفوا ان ليبيا وين وسط، وين كنا في شهر 9 و8 و7 في 2011 و6، كيف نهضت بنغازي ونهضت مصراتة وان هتفنا بالروح بالدم نفديك يا بنغازي، وبنغازي هتفت لطرابلس يا ترى يا شباب العاصمة البوليرة الحاسمة. صحيح. وشباب طيب. مصراتة كانت هناك مش خليني نكمل لك، وشباب مصراتة وقفوا ضد تقسيم ليبيا، والجبل كان لي دور في تحرير طرابلس بكل أطيافة أمازيغ وعرب من شيج الواحد من أجل ليبيا. ليش حاليا وصلنا ترتيب الرابع عالميا؟ طيب ارى لديك ورقه من موقع لها وزير الدفاع، يعني انا الورقه هذه امبارح استلمتها. باي لو سالت ممن؟ مصدر خاص. لن تكشف عن مصادرك؟ لا. طيب ويا خايف يخطفوني ويقولوا لي يعذبوني ويقولوا لي يقول بالسيف رفقنا مضمون واحد. نتمنى لك السلامه ارم، يعني خلاها على الله. هذه الورقه يعني هذه الرساله عبارة رسالة موقعة من وزير الدفاع الحالي إلى مدير المشتريات العسكرية بناء على تقرير المستشار العسكري مجلس الوزراء لواء يوسف المنقوش حول زيارته إلى شركة أوتو كار التركية بخصوص العربات المدرعة القتالية نوع آرم 66 كوبرا 444 عليه إجراءاتكم بالتعاقد مع الشركة المذكورة فورا. وين العطاء؟ مش أنت تقول لي شفافية؟ دير عطاء، خلي الشركة تتقدم. ليش الشركة هذه بالتحديد؟ هذا الورق يعني هنا بقى. هنا العقد بالتكليف وليس فورا بالعطاء. فورا رسالة تكليف. إذا رسالة تكليف لحظة كمل المشاهد فقط الرسالة المحاولة بها فقط لكي نريها. الرسالة الأولى تمام مش ما يقول لكش مزور رقم إشاري موجود بالتوقيع في تاريخ 15/9/2013 برقم الإشاري وأيضا بختم الله أعلم المؤقتة وزير منها أو لا فالله أعلم، لكن الورق هذا فيه. لكن حنعطيك مثل بسيط على الفساد. تقرير اللي كاتبه السيد يوسف المنقوش رئيس الأركان السابق ومستشار السيد علي زيدان حاليا، احنا كلنا نعلم أن مواطن وطني هو من قال سيد يوسف المنقوش من رئاسة الأركان، مع احترامي ليه وشكرا لي لما قدمه ولما لم يقدمه شكرا ليه إن دار شيء في وقت صعب فشكرا ليه. لكن خليني نوصل لك أنا هذا تقرير موقع باهي بخصوص سيارات النجيل الجيش الليبي، تفضلوا ممكن تقراه يعني طيب. تقدر تقراه. أنا يعني بنعطيك التقرير هذا المشكلة في السعر، الإشكالية يعني في السعر. هو التقرير حول عربات المدرعة القتالية نوع أرما 6/6 وكوبرا 4/4 تصنيع شركة أوتوكارا التركية، تم عرض تزويد الجانب الليبي بعدد 120 عربة مدرعة قتالية نوع أرما، وكذلك عربة عدد 60 عربة مدرعة قتالية نوع كوبرا أثناء زيارة الوفد الليبي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وكيل وزارة الدفاع والمستشار العسكري لمجلس الوزراء إلى تركيا في الفترة من 4/7/2013 يعني في شهر يوليو السابق. مواعيد التسليم عربات نوع كوبرا 4/4 مزودة برشاش 12.7 ملم على برج مفتوح، عدد 20 عربة في شهر 12 لسنة 2013 اللي هو الشهر الحالي، عدد 20 عربة في شهر يناير 2014 وعدد 20 عربة في شهر فبراير لسنة 2014 يعني خلال 3 شهور الصفقة دي كلها، وكذلك عربات من نوع أرما
6x6 مزود برشاش 20 ملم على برج مفتوح، عدد 10 عربات في شهر ديسمبر الحالي 2013، عدد 15 عربة في شهر 3 الجاي اللي هو سنة 2014، وكذلك عدد 15 عربة في شهر 4 2014، 3 عربات نوع أرما 6x6. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه نفس التقرير اللي نقرأ فيه حاليا، هو بإمكانكم أن ترونها على الشاشة الآن. عربات نوع أرما 6x6 مزودة برشاش 20 ملم على برج آلي، عدد 5 عربات في شهر 4 لسنة 2013، عدد 15 عربة في شهر 5 لسنة 2014، عدد 15 عربة في شهر 6 لسنة 2014، وعدد 18 عربة في شهر 7 لسنة 2014، وعدد 18 عربة في شهر 8 لسنة 2014، وعدد 9 عربات في شهر 9 لسنة 2014. بذلك يكون الإجمالي 120 عربة مدرعة قتالية نوع أرما، و60 عربة مدرعة قتالية نوع كوبرا. هذا ما جاء في التقرير. يعني الإشكالية يعني في التسعيرة، ما هي الإشكالية؟ تمام. توجه للورقة الثانية اللي هي ثانية الأسعار. هذه عربة نوع كوبرا المزودة برشاش 12 ملم أو فاصلة 7 على برج مفتوح. هذه في ناس رجال أعمال رجال خير فهي ويخدموا، يعني يخدموا في تجارة سلاح وكي، قالوا لي سيارة زي هذه من دولة غير تركيا، ونعرف أن تركيا مش التوب، يعني مش التوب في السيارات المصفحة، يعني في دول أخرى مثل إسبانيا أمريكا أشياء. المهم كلمنا شركات في إسبانيا وأمريكا، إن سيارة زي هذه زي عربة نوع الكوبرا مثلا توصل 200,000 300,000 150,000. المصيبة إن السيارة بالسعر بالدولار 665,500 دولار. السيارة الواحدة، السيارة الواحدة تمن الواحدة، وانت شوف كم سيارة عندك باهية. والسيارات هادو يعني في شركات اخرى في ناس جابتهم تقدر توصلها ب 150-200 مليون سيارة زي هذه، واحسن من شركات اخرى. النوع الثاني عربة نوع ارما 6x6 مزودة برشاش 20 ملم على برج مفتوح، هذه قيمتها 1,334,500 دولار. هذه سيارة يعني تشوفها في نوعية تانية ممكن 300,000، طبعا وصلت لمليون أو 400,000 أو 500,000. العربة دعمتك التوب، هذه التوب واللي نوصلنا إن نفس المواصفات هذه ممكن قيمتها ب 500,000 550 في شركة إسبانية في شركة. ليش تركيا؟ تعرف السيارة هذه بكم؟ وصلت قيمتها لمليون و86 مليون، يعني ممكن رقم كبير حتى انا ما اقدرش نقراه طبعا. هذه وهذا عرب الثمن العربه الواحده. المشاهدين الكرام، هذه نفس التقرير الذي معي الان، هو التقرير الاول، عربات نوع كوبرا 44 مزوده برشاش 12.7 ملم على برج مفتوح بقيمه 665,500. اما عربات نوع ارما 6x6 مزوده برشاش 20 ملم على برج مفتوح فهي بقيمه 1,334,500 بالدولار الامريكي، طبعا تسعيرها 500 دولار امريكي. عربات نوع ارما 6x6 مزوده برشاش 20 ملم على برج الي هي 1,864,500 دولار. طبعا كم التقرير؟ تم الاتفاق مع الجانب التركي على خصم نسبه 6.5% من اجمالي المبلغ، يتم تنفيذ برنامج لتدريب السائقين والفنيين مجانا، يتم فتح مركز صيانة في ليبيا بالنظر للمزايا الفنية والقتالية والقدرة على المناورة والحماية التي توفرها العربات المذكورة للأفراد، وكذلك قدرتها على عبور مختلف أنواع الموانئ والسير في مختلف الأراضي وخاصة الصحراوية، ليكون مواعيد التسليم مناسبة ولحاجة الجيش الليبي الماسة إلى مثل هذه العربات. عليه نرى الموافقة على هذا العرض على يتم خصم نسبة 5-10% من إجمالي المبلغ، ويتعهد الجانب التركي بالالتزام بصيانة العربات والتزويد بقطع الغيار اللازم لمدة سنتين كفترة ضمان. موقع عليها اللواء ركن يوسف أحمد المنقوش المستشار العسكري لمجلس الوزراء. نعطيك مصيبة ثانية. أين النائب العام من كل هذه الأوراق قبل أن نذهب إلى ملف آخر؟ طيب نعطيك مصيبة ثانية. في عربات، لحظة خليني أكمل لك هذه قبل ما تطرح مني الفكرة، ما دام أخذت الشجاعة ونبي نتكلم، وأنا قلت مش حنجرح في حد ومش في نوصل في حد، لكن هذه ورق وحقائق وموجودة عندكم وتقريبا موجودة حتى عند الدولة. عربات من امريكا اللي جابوها تو، سيارات الهمر جابوها بقيمه 16,000 سياره باهي. العربات هذه ناس وطنيين عرفوا ان السيارات هذه جايه كانت في امريكا، وكانت ما جتش من امريكا لكن جت
من العراق، شت من افغانستان، الطيارات هذو لم يديروا لهم الفحص الكيماوي. الفحص الكيماوي شنو هو؟ ماذا تقصد هنا؟ اوضح اكثر يعني. شنو ما داروا لهمش فحص كيماوي؟ إيه سيارات خشوا، سيارات مستعمله، يسوقوا فيهم شباب من الجيش الليبي. سيارات مستعمله؟ سيارات مستعمله، سيارات جايه من العراق. طيب وجايه من افغانستان. ارم هذا كلام خطير. انا الكلام هذا نقول فيه نقلا عن الناس اللي اعطوني المعلومه، وقلت لك الناس هذو نوثق فيهم. وقالوا لا تب نجيب ورق نجيب ورق. انا قلت لك انا طلعت لان حسيت بالحرقه، مشيت للناس وين ليبيا وين ماشيين بها. قالوا لي يا رم هذا خذ ورق واطلع اتكلم وقول طيب هذا الشعب اللي لو طلب منك النائب العام انك تقدم لي هذه الاوراق هل ستكون عنده؟ اي قدام عنده. طيب اذا هذه الاوراق للكرام وللنائب العام ايضا بامكانه الحصول على نسخه منها، فهي موجوده الان بمقر قناه ليبيا الدوليه، سنحتفظ بها للضروره. ارم العربات اللي جت من امريكا هذه الفحص الكيماوي هذه يسوق فيهم شبابنا. انا نقول لك حاجه علي اليمين، مش قصه انه خايف، انا مش خايف على روحي. اقول لك حاجه، انت تشوف الاغتيالات اللي تصير يوميا. أنا, طيب. أنا, يعني انا مش خايف، خليني من قصتك، انا مش خايف من روحي. ممكن الكلام هذا يضرني. طيب. والله اعلم الخوف هو من ربي، لكن انا نبي نعرف علاش علاش هيك، علاش انت مش انتم كنتوا معارضين لبرا، انت مش حبسكم وشردكم القدام، انت علاش تديروا في الشعب الليبي؟ انت مش عانيتوا زي ما عانينا؟ انتم ممكن كنتوا عايشين لبرا وكان يطلق عليكم القذافي اكثر لشيء. انا كنت عايش لبرا، انا روحت من برا، فهمتك؟ لكن نبي 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 بلادي تتحسن، ما نبيش نمشي لتوا، علاش نخنبوا؟ حتى تخنب يا راجل، نخنب شويه مش تخنب لي بالملايين، تفلتوا الدوله. يعني ما نبيش ننفع وما نبيش نفقد اعصابي. طيب. لكن لوين ماشيين احنا؟ طيب. لوين ماشيين؟ قول لي ماشيين للهاويه، وين ماشيين؟ ارم واحدة واحدة يعني ارم معك الحق في هذا الانفعال. ارم يعني المدرعات التي جاءت من امريكا يفترض انها جاءت أمريكا. يفترض انها جاءت من امريكا, من أمريكا. ما ضررها على ما ضررها على المواطن الليبي؟ يا راجل اي سيارة تجيك انت نعطيك فضيحة ثانية باهي، نعطيك فضيحة ثانية. اعطاه للجيش الليبي عربات مصفحه وقيمتها 200 مليون، في شخص جاب عربات مصفحه للجيش الليبي اللي الاداره العسكريه طلبت سيارات 200 مليون، سيارات مصفحه، المهم شخص جاب لهم عرض بقيمه 200 مليون، هذا العرض السيارات قالوا له رفضوا العرض هذا. يعني محاوله لتدمير الجيش غير لا لا دار سيارات. خلينا نكمل لحظه، اعطيني هذه الفكره ليصل هذه الفكره فقط. احضار سيارات مستعمله ليس لديها فحص كيماوي، ليس فقط تدمير المؤسسة العسكرية بل أيضا تدمير أبنائنا، هذا صحيح؟ الله أعلم، ما ندريش، ممكن سيارات ما فيهم شيء، لكن فحص كيماوي المفروض يندار لما تخش حاجة البلاد. هذه سيارة مستعملة جاية وممكن حتى تشوفهم أنت، فهمت كيف؟ هذه المعلومة اللي جتني ويشهد الله أني اللي سمعت هذا الكلام. أيضا نوجهه لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان من أجل التحقيق في كل ما قاله سيد آرم. أتمنى ذلك، أتمنى أن تصل هذه البيانات والمعلومات إلى السيد رئيس الأركان وسيد وزير الدفاع. أرم مازال في ملف آخر في لا لحظة نعطيك، خلينا نكمل لك على العربات المصفحة. طيب. الدفاع ملفها كبير. المهم في عطاء للجيش الليبي عربات مصفحة، المهم شخص جاب لهم العطاء هذا 200 مليون، قال لهم أنا أجيب لكم السيارات هذه 200 مليون. رفضوا. وبقدرة قادر سبحان الله يجوا نفس السيارات لكن بقيمة عرض 400 مليون، معناها في زي 200 مليون زيادة. بقدرة قادر وتم الصفقة ويعرفوا كده يعرفوا شيء. والمصيبة الثانية أن لجنة المتابعة اللي بتشوف السيارات مشت بعد ما داروا الصفقة. فهمت المصيبة وين؟ يعني بعد ما توقع القرار توقيع القرار بعد ما تخدر بندقة عليك نور، قال لهم برا خلاص توقع القرار برا. باهي يا اخي انت لو تبي تبني جيش، الرسول عليه الصلاه والسلام نعطيك مثل بسيط. باهي الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاب للدين الاسلامي، انا ما نفقهش في الدين لكن هذه كلمه قالها لي شخص كبير وقاعده في راسي. لما الرسول جاء وبدا يعرف يعني بينشر الاسلام، اول حاجه دارها ما مشاش بني مسجد لكن بني ساجد، بني شخص يعرف ربي، بني شخص يعرف كيف يصلي. بعتالي لما الناس عرفوا صلاه وعرفوا فروضها مش بني مسجد. انت كيف يا اخي تمشي تدير معسكرات صيانه معسكر؟ لان الصيانه فيها سرقه، لان الصفقات هذه فيها سرقه، لان الاشياء هذه فيها سرقه. يا راجل انت يا ابني جيش، انت يا انا بدي اعطيك مثل بسيط. انا موجود حاليا في دولة نقرا في الخارج باهي، وبديت نخاف حتى نقول وين قاعد،
بصوت على الحلقة هذه خاف حتى على روحي بصوت، وخاف حتى على أهلي. من من تخاف؟ الله أعلم. الممكن 12 شاب وممكن يتفرجوا هم توا، هادو جو ماشي ياخذوا دورة ضباط. الأشخاص هادو في منهم اللي ما ظروف ما ساعدتهم، مش عندهم فترة 3 شهور لازم يتعلم لغة إنجليزية، وفي شباب شاف البرة، شاف الحرية، شاف الواحد، فرجعوا بهم. فسؤال سألته للشباب هادو اللي ما نشحوش انه يكملوا زي اصدقائهم 12 شخص، هادو مش قالوا 200، انا 12 شخص تعرفت بيهم وقالوا لنا احنا مجموعة الوحيد لنا ضباط، يعني هذه الفترة اللي حكيت عليها ذو 6 شهور 7 شهور فاتوا او اكثر. راهي المهم تعرفت على شباب هادو بيننا اللي بينوا تلقطوا في الغربة. المهم الشباب هادو وانت مروحين وقفت عليهم واحد واحد، قلت له شنو استفدتوا؟ يعني انت تطور واحد؟ والله في واحد منهم قال لي حسيت اني بنادم يا رجل. قال لي كنت نتعامل في ليبيا، للاسف معمر القذافي خلانا بدون تفكير نزع منا حب ليبيا. قلت لك حب ليبيا اللي جمعنا في 9 شهور او 8 شهور لحد ما مات القذافي اختفى. بنقول لك واحد هذا حتى هذا قاله لي واحد في بنغازي، واحد مهبول في بنغازي او يعني نية او زي ما نقوله او فاقد عقله، جو لسألوه قال له بالله شو رايك في ليبيا؟ قال لهم حاشا المستمعين طبعا حاشا كل شيء، قال لهم القذافي كان قاعد على جعبة، تعرفها جعبة الفوني حاشاك حاشاك السو. لما طاح القذافي طلعوا هالبحاجات، وانا مع احترامي لكل الناس انا مش نقول ان العالم كله يقول ان ليبيا حاليا تصدر في الارهاب، ليبيا دوله فاسده وصلنا الترتيب الرابع، المال العام ولا سايب، النائب العام ما لحد الان القضايا يعني عندها هلبة قضايا محاولات وما فيش اجراءات، هل النائب العام خايف، هل عليه تهديد، الله اعلم. في هيئه اسمها هيئه مكافحه الفساد، ويا ريت من الكنترول يعني يكلمونا نعمان الشيخ لان عنده حتى هو معلومات اكثر. حنعطيك معلومه انا يا اخوي، مش تعرف ان المال الليبي ولا سايب. طيب هل تعلم يا اخي ان شركه البيبسي اللي موجوده في غوت الشعال لم تدفع فلس من بعد التحرير؟ زمان كانت نسبه الدوله الليبيه وهذه المعلومه على الراوي 22% كانت تمشي من الارباح تمشي لجمعيه قذافي الخيريه، بعد الثوره قرش ما دفعاتها. فهمت عليا؟ يعني قرش واحد ما دفعوش. وشركة بيبسي ما عندهاش ولا رصيد في ليبيا، يعني المالك متاعها، وانا سمعت ان المالك متاعها الشريك متاعها اصلا يمني، ان في شخص يحمي فيه، يعني الحساب اللي هنا فاضي، ما عندهمش حساب اصلا. شركة بيبسي ما عندهاش ولا حساب في اي بنك على حسب المعلومة متاع المعلومة اللي خذيتها منها، ما عندهمش ولا حساب، كله يطلع خارج ليبيا، اللي ينباع كله يطلع خارج ليبيا. باهي والله ضيعتني في كلمة كنت بنقولها، ضيعت نوع آخر من الفساد وأيضا تهريب الأموال. طيب ناخذ سيد رمضان المخلوف نعاون أمر كتيبة 23. مساء الخير سيد رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير لقناة ليبيا الدولية. نعم. ومساء الخير عليك يا أخوي آرم، مرحبتين بك. مرحبتين بك يا أخوي رمضان. مرحبا بك رمضان. طبعا يعني ابن الشهيد آرم، وليعرف كل اللي بيه شكلي لي حتى نبنى لحظة اليوم بعيد الشر عنك يا رم يعني. لكن سيد رمضان يعني رمضان عفوا ابن الشهيد نسمح فيك، ما تم تهديدك يا اخوي ارم، والدك 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 استشهد في مصراتة، وانت محمي باذن الله من كل الليبيين الاحرار ومن كل الثوار الاحرار، وليكن لجميع الليبيين اللي خانوا ليبيا ان ارم مش بروحه، فما ارم وراه الملايين. تفضل يا اخوي ارم تفضل. ورايا حد الا ربي. طيب سيد رمضان يعني باعتبارك تتبع الاستخبارات العسكريه يعني، وتحدثنا عن موضوع الاستخبارات العسكريه، من السبب يعني في تفشيل الاستخبارات العسكريه وعدم دعمها، خصوصا ان كل الحكومات ما عدا في فتره وزير الدفاع اسامه جويلي لم يتم دعم هذه الاستخبارات، من وجهه نظرك من يقف وراء تهميش الاستخبارات العسكريه؟ شكرا على 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 قيامك هذا البرنامج على قناة ليبيا الدولية.
هذا هو جميل. أنا نقول لك أن قناة الأمريكية الدولية ممكن الوحيدة اللي استجابت لإدارة الاستخبارات العسكرية لمواكبة ليبيا ولا خطر الموجود علينا، أن إدارة الاستخبارات العسكرية مهمشة تهميش بالكامل، ولا يوجد لديها ميزانية لحد اليوم ولا تحدى أي وزير إلا وزير السابق طبعا هو أسامة جويلي، ممكن أعطى مبلغ كويس بارك الله فيه دعم فيه، ولكن كل الوزراء اللي بعده يحاربوا فينا لليوم، يحاربوا فينا ما يبوش إدارة الاستخبارات العسكرية طيب. تشتغل، لأن هذه عفوا أعطيه شوية أعطيه في الوقت لأن باش نتكلم كويس ونوضح للليبيين، لأن هذه الوحيدة اللي دارها تشتغل حد الآن دوارها وضباطها المخلصين، ليش الضباط الذين تورطوا مع عبد الله السروسي ولا فرج أبو غالية. بالأمس القريب كان في أمر قبض على العقيد الشعيب طبعا أمر رئيس الاستخبارات الحالية، لأن الرجل وطني والرجل نظيف والرجل نعرفوه وطني جديد. من أمر القبض يعني سيد رمضان هنا؟ نعم، ممن جاء هذا الأمر بالقبض؟ أمر هذا معروف طبعا، هذا من نائب العام قبل وزير الدفاع يحارب فيه، لأنه زي ما بدك الراجل الوطني والراجل المنتيس والراجل المرتجي وليكن جميع الليبيين. يعني الاستخبارات العسكرية لليوم لم نقبض على أحد ولم نقبض على الزمن القدافي، كنا نتبع الليبيين كلها يشتغلوا في ليبيا زي قبل زي اليوم، كما احنا قبلنا كل اللي ما تفتخدش يديهم بالدماء واللي ما صرفش المال العام واللي ما طلعتش في القتال، لكن الليبيين اللي خذلونا زي وزير الدفاع طلع حالي وكيف عندكم وزير الدفاع راعي عقيد النيجر دير مكتبه ووليد تشاد وحالة ان شاء الله ربي يسترنا اللي في ليبيا، بس ما جيناش غدوه واحد من الرسام تاع افريقيا يحكم ليبيا والاستاذ اللي مثلا نحن راك، لكن انا اعلمكم من هذا القناه اداره الاستخبارات العسكريه بضباطها النزهه والعسكريين النزهه وطوارئها المشاغف والنظر من غدوه حنشتغلوا ومش خايفين، لان احنا لا مخرجين ولا تبعي احزاب ولا تبعي اي سياسيه، احنا يهمنا ليبيا ولا نتأثر بالتهديدات اللي موجودة. نعم سيد رمضان، يعني لو سألت سيد رمضان دعني أسأل هنا، من يقف وراء تهميشكم؟ هذا في كلامك اتهام صريح إلى التعمد من أجل التهميش. محمود ممكن نقطع عليك كلمة؟ سامحني. هذه وزير أنا مش معاه حد، أنا سامحني أستاذ رمضان، هذه كلمة جتني في بقى في ليبيا توفر، يا معايا يا ضدي، يا انت تكون معايا يا انت تكون ضدي، يا انت تكون مرتشي وتكون تخدم زي ما نبي انا ولا ما نبيكش تطلع طيب. تكون وطني وتخدم ليبيا تطلع من الاخيرك يعني احنا مش عارفين الميزانيه، احنا ما نبوش الميزانيه، احنا نبغوا نخدموا ونخدموا ليبيا وليبيين تمام، وليكن لعلمك زي ما قلت لك احنا في علمك لحد الان ممكن للاداره الاستخبارات العسكريه مديرها يشحت الشيخ باش يمشي امورها للاستخبارات العسكريه، وتشوف كتائب وهميه عندها الملايين يا راجل، لماذا هذا؟ طيب يعني دعم ربما لمؤسسه هي خارج شرعيه الدوله وخصوصا خارج مؤسسه الجيش، ويقولون لا نستطيع أن نقوم بجيش، ليس لدينا جيش حاضر رغم كل هذه المصاريف. يعني من خارج ممكن أنك خارج شرعية الدولة، إدارة الاستخبارات العسكرية مفصل الجيش الليبي، ليس القصد هنا إدارة الاستخبارات سيد رمضان، القصد هو دعم كل كافة التشكيلات التي تدعي الانتساب إلى الشرعية إلى الجيش الليبي، لا أقصد إدارة الاستخبارات، الكل يعلم أن إدارة الاستخبارات هي ربما مفصل أو أساس الجيش الليبي. طيب من يقف وراء عدم دعم الجيش الليبي في كافة الوزراء الذين تناوبوا على وزارة الدفاع بغض النظر عن وزارة السيد الكيب والوزير أسامة جويلي؟ الوزراء اللي واقفين ضد الجيش الليبي من ضمنهم اللي مش وزير حتى اللي هو المنقوش ما دفاع للجيش الليبي، مش 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 خدائن مش خدائن ملايين وطلعوا من غير ما يحاسب احد وطلعوه من رئيس الاركان وحطوه مستشار وزاره الدفاع من حاكم السيد هذا
وشن دور حتى في الطالع يا سيد هو ليه؟ طيب. شنو قلت يعني بهالنور الدرجة هذا؟ طيب سيد رمضان يعني هل قمتم بالتواصل مع الجهات المسؤولة؟ هل تواصلتم مع وزير الدفاع السابق أو مثلا أعضاء المؤتمر الوطني العام من أجل وضعهم في الصورة؟ يكون في علمك القناة هذه الوزير الدفاع الحالي موجود عنده 180 كتاب من رأي من أمر 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 رئيس القوات العسكرية 180 كتاب أسرار الدولة لم يرد عليه بكتاب واحد حتى ببارك الله فيك وشكر بل بالعكس دار إيقاف عن العمل هذا رجل بطلي نستعمل معاه هل سليم أنت يا أستاذ لو عندك راح غنم وتبطل وتقول بارك الله فيك وشكرا وتخلص تقول مع السلامة مثل ذلك إدارة الإخبارات العسكرية مني كان اللي ما كانش واحد يكون يجي غادي إخبارات عسكرية وكله خايفين لأن هو لأول أمر أما العام العسكري يدير أمر قبل لأمر الإخبارات العسكرية لماذا؟ النائب العام وكن في علمك كان مستشار في اللواء 32 معزز طيب. بعيدا عن الاتهامات سيد رمضان هذه المعلومات التي تعطيها أنت مسؤول عنها لكن بعيدا عن أي اتهامات لو سألتك صراحة بإجابة صحيحة أنا عضو في الاتخابات العسكرية ويتكلم فيه بالوسائل الرسمية طيب بإمكانك أن تحضر أن تقوم بجلب هذه الوثائق والاستوديو مفتوح لك ولكل من ذكر اسمه في هذه الحلقة في حق الرجل مسؤول طيب يعني سيد رمضان لو سألتك صراحة يعني أريد إجابة صريحة هنا من يقف وراء تهميش إدارة الاستخبارات العسكرية وزير الدفاع الحالي السيد عبد الله الثنين طيب شكرا جزيلا لك وصلت المعلومة سيد رمضان مخلوف طيب أرم هنا نسألك يعني ربما اتهام هنا لابن وزير الدفاع الذي ضحى بابنه يعني الكل يعلم اختطاف ابن وزير الدفاع ربما ضحى بابنه من أجل ليبيا زعم مخطوف هذا سؤال وجهه لك يعني الله أعلم زعم مخطوف يعني معقولة شخص ظهر وزير الدفاع عدد من المسؤولين شخص ابنه مخطوف أنا لو أنا تو غير جاني هيك إنه ممكن تطل لي حاجة خفت على أهلي أنت ابنك مخطوف وابنك الوحيد ومعقولة ما زالت تمارس في منصبك وتمارس في واحد ومتمشي للحج وعائلتك ماشيين للحج وجايين هل يعقل طيب. هل يعقل شيء هذا لحظة الله يعني. أعلم أنا ما أتهمش لكن الله أعلم الله أعلم يعني ابن وزير الدفاع هنا ليس مخطوفا الله أعلم أنا ما لكن أنا ما نبيش لكن أنا جتني معلومة أنه مش مخطوف من شخص يعني معين ان ابنه مش مخطوف لكن هنا مغزى الكلام انه لا يمكن لاي مسؤول او لا يمكن لاي مواطن ليبي انه يستمر في شغله سواء كان مسؤول او مواطن عادي وابنه مخطوف انت اب يا راجل انت اب انا نقول لك حاجه سامحني في ناس ربت حتى قطوس لما يموت يبكي عليه انت ببالك ابنك مخطوف وقاعد بهاني باهي ابني مخطوف يا سيدي ابنه مخطوف باهي ما تتوقعش ان في ناس تبدأ تهدد فيه تقول لو ما درتش الشيء هذا نقتلوا ولدك كيف يستمر في واحد طيب. لو الدولة مش قادرة ترجع ولد وزير الدفاع انت رئيس الحكومة خدوه من مكانه باهي انت مش قادر حتى رئيس حكومتك بس نعطيك يعني انا اللوم على الاحزاب اللي الناس صوتت لها وحطت اصواتها طيب. والاشخاص أرم يعني نشوف فيك ملتبك يعني خائف من والله خايف. ماذا هذا الخوف ما يكذبش عليك بصراحة يعني من يعني الخوف اللي يقول كلمة الحق يموت في البلاد هذه قبل الهواء قبل معمر قلناها كلمة الحق وما خفناش كويس باهيه قبل الهواء يعني تو كنت في أساليب غريبة فهمت كيف حينما كنا نعد لهذه الحلقة يعني أرم كنت تتكلم بثقة لم تكن بهذا الخوف يعني جتني مكالمة تليفون ضيع من جاءتك هذه المكالمة؟ ما جتني من مش ضروري يعني جتني من أقارب حفاظا على سلامتك فقط هنا دير بالك على روحك الناس قالوا لي دير بالك على روحك وما يعني إذا أنت ما تطولش لسانك تعرضت لتهديد رسمي صحيح؟ ما كلمنيش حد أنا ما كلمنيش حد لكن في ناس قالوا لي دير بالك على روحك وكيف طيب. ناس تعلم الحلقة حتى من قبل ما نعرف إن بنتكلم على الناس فهمت أكيد أنا نشك إن حتى تليفوني ممكن مراقب لأي ما تفتح لأن كنت نتكلم في ناس ناخذ مواعيد وربي السالم أنا قلت لك أستاذ رمضان قال الشعب الليبي معك أنا معي يا رب يعني تتوقع من حيكون يعني وراء تهديدك الله أعلم
ممكن الناس اللي ما تبيش الورق هذا يطلع. الله اعلم. ممكن اشخاص. نقول لك انا في معلومه قبل يومين في 15 عربه مصفحه وصلت لمعيتيه، جت للقوات الامنيه المشتركه جايه من كندا. يا راجل مش انت تقول لي جيش وشرطه، مش الحكومه تقول لك جيش وشرطه؟ كيف الحكومه تدعم طيب. في قوات اخرى حتى لو تتبع رئاسة الاركان. يا راجل جيب افراد يعني وابني جيش ودير حاجه. انا نعطيك معلومه بس طيب. هل تتوقع ان في مشروع عبقري يصير في الكفره؟ في الكفره مشروع عبقري في جو النو هذاك بالضبط. في ناس دايرين مشروع عبقري، والمعلومه جتني اليوم من شخص تاير ونعرفه تاير، وكنت نتمنى انه يطلع يتكلم. طيب الا تعتقد ان الحكومه قادره على حمايتك ربما من اي تهديد؟ ان شاء الله خير. طيب الحكومه يعني الحكومه طيب الحكومه تحارب الجيش الليبي، ما رايك في هذا العنوان يعني؟ اتوقع اي حاجه. هم ناس تكلمت يخدموا في الاستخبارات العسكريه وقال لك ما عندناش ميزانيه طيب. واحنا ناس تعبانه وامورنا متهتكه، لكن انا خليني من الدفاع ومن وزاره الدفاع بنقول طيب. حاجه ارم يعني طلبت منا نطلب السيد نعمان الشيخ صحيح؟ هل موجود معنا؟ معنا الان على الهواء. يا ريت نعمان الشيخ يتكلم طيب. وهو حيجيب لك المده كلها. تفضل بامكانك انك تتكلم ارم. نعمان مرحبتين. يا نعمان السلام عليكم. شن حالك يا نعمان؟ الحمد لله بارك الله فيك. يا نعمان انا يخوف الحق يد وانت اللي عندك من الاخير بكل. والله بسم الله طبعا والصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء نحيي الضيوف كلهم، نحيي المشاهدين، ونهني ليبيا بعيد استقلالها. موضوع الفساد هذا للاسف كبر بطريقه ما كانش حد يتوقع قبل التوى، او اثناء احنا كنا في ايام التوى ما كانش حد انه ممكن يتوقع انه يصير فساد بالطريقه هذه او يكبر بالطريقه هذه. وانا متاسف جدا طبعا الموضوع هذا. الفساد للاسف كبر اليوم، لان اول شيء عندنا ما عندناش فعلا ما عندناش امن بصراحه. الناس اللي تبدي في جيش وشرطه اما ان هي متعمده ان تدخل ليبيا في دوامه او ان هي متفوق عليها بصراحه. احنا قدامنا خطوات كبيره باين. انا تو خلال الاسبوع السابق هذا درنا جوله تفقديه تقريبا الساعه 12 في الليل. هل تتوقع بان من بدايه الساعه الى نهايتها سمعت بيفي ما فيش اي دوريه؟ هل تطبقها هذه؟ قصدي كيف تبي ممكن ما يصيرش فساد؟ هذا الامن طالما ما فيش امن ما فيش ما فيش هذا ما فيش هذه الدوله. احنا تو الفساد اللي قاعد صاير واضح انه لان ما فيش للدوله هيبه. طيب موظف صغير لما يلعب في ملفات دوله يعني قانون قاعد ما يتطبقش، ما فيش امن في الدوله بصراحه هيك. طيب خلينا نقولها بصراحه. سيد نعمان انت هنا تتكلم بشكل رسمي باعتبارك امين هيئه مكافحه الفساد، فاي تصريح؟ امين سر. امين سر هيئه مكافحه الفساد. امين سر؟ ايوه. طيب امين سر يعني هنا تمثل الصفه الرسميه. لو تحدثنا عن الفساد لاحتجنا الى حلقات ربما، لكن ما سبب استشراء الفساد داخل الدوله الليبيه من وجهه نظرك، خصوصا انتم في هيئه لمكافحه الفساد؟ اول سبب عدم وجود قياده سياسيه واضحه من بعض الناس اللي تمثل اعلى هيئه الدوله، وليس لجميعهم. انا اتكلم بشكل طيب. واضح على اعضاء من المؤتمر الوطني تمام قاعدين يحاربوا في هيئه مكافحه الفساد باش تؤدي واجبها. طيب مع وجود من يحارب هيئه الفساد؟ وضحت لك، انا قلت لك اعضاء من المؤتمر الوطني. نريد ايضاح اكثر يعني. لا مش حنذكر لك اسمعني. لا انا مش حنخش في طيب. في تجاذبات. انا مش حنذكر لك اسماء طيب. الامر واضح. ارم عذرناه لان خايف. هل انت ايضا خائف؟ لا انا مش خايف، انا شخص. طيب لماذا لا تذكر اسماء؟ أنا اسمعني، انا شخص انجول في مدينه طرابلس بدون حيافات تمام، والناس كلها تعرفني وعندي وصلتني الى الحد الان تهديدات، وانا نقول فيها من التهديدات. انا مش خايف. لماذا احنا يوم اللي خرجنا في ثوره 17 فبراير ودخلنا للشبهات دخلنا باش نوهب حياتنا لله والوطن، وما زلنا طيب. نعتبر في نفسنا داخل الجبل طيب. العلم هذا باش يكون يا نعمان. نعمان انا اقول لك واحد من الناس مش خايف باه. على روحي مش خايف، لكن خايف على اهلي. خايف على اهلك طيب، نتمنى لهم السلام ارم. يعني سيد نعمان انت تقول لست خايفا، اذا لماذا لا تذكر اسماء من اجل ايضاح هذه الاسماء الى الشعب الليبي؟
لماذا لا اذكر اسماء؟ لان احنا قاعدين في صراع معهم. انا ما نذكرش اسماء توا باش ما ندخلش في تجاذبات فقط، بس هم الاسماء معروفه موجوده. طيب من هي هذه الاسماء؟ يعني الاسماء المعروفه من هي؟ من اجل ان يعلم الشعب الليبي من انتخبه ووضع صوته امانه لاجله كيف خان هذه الامانه. عفوا، بس بالمقابل لو نذكر الاسماء اللي هي قاعده تحارب تعيش مكفرتها، المفروض ان هي نذكر الاسماء اللي من المؤتمر الوطني اللي قاعده تجاهد مع هيئه مكافحه الفساد حتى اذكر الاثنين. طيب اذكر الاثنين، يعني اذكر من وقف معكم ودعمكم ومن وقف ضدكم وحاربكم. يعني لازم نذكر. انا نعطيك بدون ذكر اسماء، انا نعطيك مراسله جت لرئيس المؤتمر الوطني. شوف بالله عليك، شوف سامحني في الكلمة دي، شوف لماذا لا نوصف. إن مراسلة تطلع من عضو مؤتمر تمشي للأستاذ نور البوسامين تقول له وقف جمد، يطلب فيها تجميد أرصدة هيئة مكافحة الفساد. لماذا؟ تخيل. هذا السؤال يرجع له هو، تسأله هو الشخص. يعني هل أنتم ضيقتم عليهم في محاربة الفساد حتى طلبوا بإيقاف نشاطكم؟ أنا نقول لك شيء، تمام، احنا عندنا استراتيجية، استراتيجية موجودة على صفحتها في الفيسبوك، تمام. واحنا واعيين للظرف اللي في الدولة، إما أن نكون احنا طرف في استقرار دولة ليبيا أو نكون طرف في في دخول ليبيا إلى سيد نعمان. دعني أسألك سؤال، يعني سيد نعمان، من قام بمراسلة سيد رئيس المؤتمر من أجل إيقاف أنشطة هيئة مكافحة الفساد أو إيقاف الميزانية؟ هل هو من مكتب الرئاسة؟ عضو من لجنة متابعة الأجهزة الرقابية. مع العلم بأن هناك أعضاء من هذه اللجنة التابعة للمؤتمر واقفين مع الهيئة. طيب. قلبا وقالبا وقاعدين. طيب. يساعدوا فيها بحيث تظهر للوجود. طيب لو قلنا أنهم لحظة أرم، لو قلنا أنهم ست أسماء، أنت تتحدث عن اثنين هنا، صحيح؟ على من تتكلم؟ يعني هم اعضاء لجنه الرقابه هنا في المؤتمر ست اسماء. تمام. من منهم؟ اصبحت اكثر ايضاحا للشعب هنا. لا خلاص واضحه، انا لما نقول لك شخص من اللجنه واضحه. انا بصراحه ما نبيش نذكر اسماء. انا بصراحه لربما ان احد السته الان يستمع الينا. سيد نعمان لا يدري، ربما هو من ضمن الستة في الرقابة، لا يدري ماذا يحدث، لا يدري بهذه الرسالة. على الأقل يعرف من يعرف صاحب يقدم هذه الرسالة لرئيس المؤتمر. لا بدون أي تصورات، هو يعلم ماذا يحدث في هذه المكافحات، يعلم ماذا يحدث في دولة ليبيا. طيب. من فساد. طيب. على جميع الأفرضة. نب الشخصين اللي واقفين معاكم، يعني اللي دعموكم، ما نبوش اللي وقفوا ضدكم. اعطينا الشخصين اللي دعموكم فقط اسمعهم. على سبيل المثال رئيس اللجنه الحالي والدكتور والاستاذ محمد بوسنان. على سبيل الذكر الخاصه طبعا. طيب اذا هو احد الاربعه الذين تبقوا من هذه اللجنه، هو من تقدم هذه الرساله. تمام. واحد او شخصين في عهد اسفل للجنه هذه. تمام. يعني إذن هو رئيس سابق للجنة. اكتب اسمه. هل تعلم بأن هيئة مكافحة الفساد حاليا بها أكثر من 150 هو الرئيس السابق، أكثر من 150 عائلة، أكثر من 150 عائلة مفتوح بيتها من 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 هيئة مثل هيئة مكافحة الفساد. طيب. يعني حتى رد اللي جاء هو من بعض الأعضاء قالوا له بمنتهى الصراحة، يعني أنت إشكاليتك مع مع طيب. مع 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 هنا سيد نعمان، دعني أنقل وجهة نظر أخرى. باعتبار أن عدد كبير، ربما هنا 180 عائلة، يعني من وراء لجنة هيئة مكافحة الفساد، كيف تقول لدينا لجنة من أجل مكافحة الفساد ونحن في المرتبة العالمية الرابعة في الفساد؟ إذا أين دوركم هنا في العمل من أجل مكافحة الفساد؟ ما هو موجود الآن. يفترض ان نرجو يعني للافضل مش للاسوء. بالضبط. تاثيرنا في هذه القائمه ما زال معرض ان هو يتدنى. للعلم لو ان احنا ما تكونش عندنا اراده سياسيه، الهيئه قاعده مكبله سنه كامله من ناحيه ان يتباشر مهامها،
القضائية للعلم ولكن هيئة مكافحات لم تقف شامدا. حاليا لدينا أكثر من 150 موظف، حاليا لدينا في طرابلس مقرين الحمد لله وقاعدين وما زلنا نجهز فيهم، حاليا ما زلنا نتعاقد على فتح مكاتب في معظم المدن الكبيرة والرئيسية. طيب دعني أسألك، منذ متى تأسيس هذه اللجنة سيد نعمان؟ خلي نكمل لك حاليا. طيب. لدينا ملفات يندى لها الشبين، تمام، وهذا هو الباين السبب الرئيسي، لما انت عندك شركة، ايامات عهد المقبوع، تمام، كانت تدفع لليبيا ما نسبته 22.5%. وهذه شركة البيبسي صحيح؟ تمام. طيب. حاليا من بعد الثورة الى حد الان هذه الشركة لم تدفع مليم واحد لدولة ليبيا. يعني قدمتم هذه الاوراق يعني الى النائب العام على سبيل المثال من اجل التحقيق في هكذا؟ احنا بشأنا في جمع الاستدلالات وصلنا طبعا بمساعدة الناس الخير من الوطن. طيب. وتوازى الوطن، تمام، وصلنا عدة جهات وحاليا. طيب. احنا قاعدين في الجامعة. طيب ماذا كان رد النائب العام هنا؟ لا ما سمعناش النائب العام، لان احنا عندنا الصفة ان احنا نعرف الجهات مباشرة، قاعدين احنا ما سمعناش النائب العام، مع العلم ان احنا صارت اشكالية وجتنا تهديدات، تمام، وعندنا شخص انضرب بسبب هذه القضية وقعد يومين في المستشفى. طيب دعني اسال سؤال اخر هنا، من يقوم على حراسة او حماية شركة البيبسي ومن هو المستفيد من هذا الاختلاف يعني؟ لا ده كله يعرفه الليبيين. من؟ معلش اعطيه. انا احد الليبيين لا اعرف. كل حد يعرف من اللي ماسك، من اللي يحرس في شركة البيبسي. طيب. كل حد يعرف اللي يحرس في شركة البيبسي، احنا معقولة نوصله؟ من تقصد سيد نعمان؟ من تقصد؟ كلهم يعرفوا يا استاذي. مش طيب لماذا هذا الخوف؟ نريد الايضاح فقط. خوف، احنا بادين في الاجراء، احنا قاعدين نشتغلوا وبادين في الاجراء، تمام، وطردنا وعندنا شخص تعرض للطرد، ما فيش خوف. طيب. قاعدين ماشيين احنا. طيب احنا سيد نعمان، بما ان الموضوع وكل الليبيين يعرفوه مفضوح يعني بالليبي، علاش انت تخبي فيه؟ ما خبيش فينا، كان خبي. طيب اذا قول 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 الاسم، هل هو اسم شخص مسؤول في الدولة على سبيل المثال، ام هي كتيبة معينة داخل تتبع اي جهة رسمية، او ربما هو وزير ايضا في حكومة، ام ماذا؟ ربما انا ام انت ام ارم، من الشخص هنا؟ يا ريت عندي قوة كنكري، ما خفتش. انا قلت لك كلام كان واضح يا استاذ، مش حنقدر. طيب. مش حنخش في صراعات عالميه. طيب تمام. طيب بعيدا عن كل الصراعات سيد نعمان، بعيدا عن كل هذا الجدال. طيب بعيدا عن كل هذا الجدال، منذ متى تم تاسيس هيئه مكافحه الفساد؟ هيئه مكافحه الفساد اسست 18/7/2000، صدر قانونها 18/6/2012. طيب اول اجتماع لهيئه انتم تتبعون الدوله الليبيه صحيح، متمثله في الحكومه، المؤتمر الوطني، نتبع الجهه التشريعيه اللي هي المؤتمر الوطني. اذا كنتم حقيقة. انتم تتبعون اكبر جهه تشريعيه في ليبيا ومن لديها سلطه، تخافون من شخص يقوم بحمايه شركه البيبسي، كيف ستقومون بعملكم؟ لو سمحت ابتعد على الاتهامات، احنا ما نخافوش، والدليل ان احنا ماشيين. طيب. ان احنا ماشيين بخطه ثابته رغم طيب. محاربه البعض والكثير من الناس في الدوله الليبيه لينا. طيب سيد نعمان، بعيد عن الخوف، انتم لا تخافون، اعتذر عن هذا المصطلح، لكن سيد نعمان دعني خذ هذا السؤال مني من ثم تحدث براحتك. يعني اسمع مني هذه لو سمحت. طيب. احنا لو مش واثقين من نفسنا ولو ما كناش بالقدر الكافي من القوه ونقولها بكل صراحه كنا ننتهوا من اول شهر. طيب بعيدا عن الخوف، بكل تاكيد تتلقون دعما يفترض من الدولة الليبية صحيح؟ عفوا بكل تأكيد يفترض أنكم باعتباركم تتبعون الجهة التشريعية وهو المؤتمر الوطني العام، جهة حكومية، تتلقون الدعم الكافي صحيح؟ احنا عندنا ميزانية خاصة بنا، احنا جهة مستقلة ولدينا ميزانية خاصة. الميزانية هنا من أجل مكافحة الفساد، لكننا مع الأسف وكل هذا ما يقال في الشارع الليبي وليس فقط في ليبيا، ربما على مستوى العالم، أصبحنا دولة غارقة في الفساد إن صح التعبير إلى أذنيها. تمام.
طيب ما دور ما دور ما دور هنا ما دور لجنتكم؟ هذه اللجنة أين دورها؟ هياتنا عفوا. أين دور هذه الهيئة؟ أنت 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 عفوا بس أنت عارف والمستمعين كلهم عارفين بأن الفساد ديما مكافحة الفساد، خوض في مكافحة الفساد تعتبر حائط بكل معنى الكلمة. تمام، إحنا هيئة جديدة استطعنا بأن إحنا نأسسه الهيئة هذه بكوادر فنية مختصة حاليا ومحترفة، وبإذن الله اللي حيشوف المواطن الليبي طيب. في 2014 من هيئة مكافحة الفساد مش حيصدقها. طيب سيد تمام. سيد نعمان قبل أن ننهي معك المكالمة، لكن سنة كاملة نكافحوا في نفسنا من الداخل. طيب نقول الصراحة يعني تكافحون في نفسكم وأنتم يفترض أنكم تكافحوا الفساد، هذه خطوة جيدة ونقطة إيجابية بصراحة يعني. لكن سيد سليمان، الرؤساء السابقين للجنة الرقابة داخل المؤتمر الوطني هم شخصان، سليمان الحاج أم هلال السنوسي؟ لا أنت تجوي على حاليا أنت تجوي على هيئة النزاهة الوطنية وليس لجنة متابعة للجنة الرقابية. لعلها معلومة غلطة. طيب لكنها للتأكيد فقط هي لجنة الرقابة وليست النزاهة. لجنة اسمها بالضبط لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، واللي طيب. حالياً أرم لديه ما يقول يعني سيد نعمان. تمام حصلت تمام. على حصلت ربما على المعلومات التي نتمنى أن تكون أكثر مصداقية وأمانة للمشاهد. سيد أرم ماذا لديك ما تقول؟ نعمان مساء الخير، شن حالك؟ الحمد لله على السلامة أخوي. الله يسلمك، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. أنا نعمان بيك يعني بصدق، خلينا نعمان تكلموا، أنت شو قصة الدواجن نعمان ومرض نيوكاسل اللي انتشر واللي حققته فيه ونشرته فيه لوزارة الصحة وما دار فيه شيء؟ يعني ممكن تقول للشعب الليبي مرض الدواجن اللي انتشر في شهر 4/2012؟ هو انتشر قبل شهر 4 تقريبا في 2012، واحنا بعد تقريبا فترة ببداية حلحلة الأزمة تم تشكيل لجنة، واللجنة هذه اتجهت لوزارة الزراعة، وبصراحة كان الوزير كان متعاون جدا جدا جدا، ولكن حقيقة الأمر اللي احنا أو اللي اللجنة توصلت له كان شيء مخزي. أبناء من هذا الوطن يشتغلون بعدم بلا مبالاة بصحة المواطن، عدم وجود آلية دقيقة لاكتشاف أي مرض ممكن يدخل لليبيا، عدم تفعيل بعض المختبرات كان لي الدور الأساسي، معلومات كانت مغلوطة تصل الى بعض يعني المعنيين بهذا يعني المرض. سيد نعمان حققتم في موضوع مرض الدواجن وهو المعروف بنيوكاسل، لمن قدمتم هذه النتائج، نتائج التحقيق يعني؟ لمن قدمناها؟ ايه لمن قدمتم النتائج سيد نعمان؟ بعتنا صورة من نتائج هذه الى وزير الزراعة. طيب تمام طيب. وكانت لنا مراسلة مع رئيس المؤتمر الوطني السابق. ماذا كان الرد؟ لا شيء. وزارة الصحة شو مدارك؟ لا شيء. طيب لا شيء. ماذا عن دور وزارة الصحة؟ عندنا إشكالية. اسمعني. عندنا إشكالية في الآليات التي تشتغل بها الدولة بكل صراحة. بعيدا عن إشكالية الدولة، نعرف أن الدولة في أزمة كلها، يعني لو نتكلم عن الدولة نحتاج إلى سنوات ونحن نتحدث، لكن الجهة المعنية هنا وزارة الصحة، هل خطبتم وزارة الصحة؟ لا، الجهة المعنية وزارة الزراعة. طيب لكن الموضوع فيه مرض، يفترض أن حتى لوزارة الصحة لها دور، وخصوصا أن المرض مدعي. النتائج التي ظهرتم بها أن المرض مدعي للإنسان، صحيح؟ معنى من ضمن النتائج أن المرض مدعي للإنسان. طيب من يأخذ الاحتياطات هنا ويأخذ التلقيح والعلاج هو وزارة الصحة وليست الزراعة. اللي ما يعرفوش الناس انه هو كان مرض معدي. طيب هو مرض معدي، هل اخبرتم وزارة الصحة بان هذا المرض مرض معدي؟ بعتنا. طيب ماذا كان رد وزارة الصحة؟ لا يوجد رد. انا نقول لك شيء، اي شيء نقوله لك. طيب. يعني المشكلة هنا في وزير الصحة ووزير الزراعة، انتم قمتم مشكورين بعملكم، صحيح؟ احنا اللي اعلنا بالضبط مع طيب. وجود
مع 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 وجود مع وجود العائق القانوني اللي احنا قاعدين فيه. طيب هذه لماذا طيب لا تقومون يعني لماذا لا تقومون مثلا بهذه بان هذه النتائج وايضاحها ايضا على وسائل الاعلام من اجل يعرف الضحية الأول هو المواطن، من أجل أن يعرف ماذا تقومون ومن أجل دعمكم أيضا في المستقبل من كل التشريعات أو كل الحكومات ربما التي تأتي ومن كافة الجهات التشريعية داخل الدولة. صراحة احنا نشتغل بشكل مهني، احنا نشتغل بتحقيقات واقع ومواصلات تمشي، ما خدناش المجال الإعلامي إلى حد الآن صراحة، مع أن احنا إدارة الإعلام توا جاهزه بالنية تبدا باذن الله، ما بناش نخوضوا في الصراحه يعني طيب. ما بناش نخوضوا في الاعلام خوفا تمام بان احنا نكونوا طرف في زعزعه الدوله كيف صراحه خلينا نقولها لك انا طيب. والباقي لكن اعتقد ان صحه المواطن سيد عمان، اعتقد ان صحه المواطن فوق كل اعتبار يفترض بذلك، صحيح؟ صحة المواطن المعني بها جاءت انت سميتها الان. طيب لان كل هيئات الدولة ومكونات مؤسسات الدولة تخدم من اجل تشتغل من اجل راحة المواطن، يفترض ان هذا هو اساس العمل. هيئة مكافحة الفساد عندها دور اكبر من ان هي تتابع، عندها دور الوقاية تمام، وهذا الدور احنا مناصبين، والمفروض ان احنا سنة 2014 حيكون عندها حيث كبير. نتمنى ان الدور يكون دور رقابي، ونتمنى لليبيا انها تنتهي من الفساد. لكن قبل ما تسأل يعني نريد منك سيد نعمان عهد انك تكون معنا في حلقة من اجل الحديث عن مكافحة الفساد وعن هيئة مكافحة الفساد وايضاح الصورة للمواطن الكريم ليعلم ماذا يدور في اروقة الدولة الليبية. يعني خلينا نبشرك شيء، احنا الحمد لله بدينا عندنا لجنة مختصة بدت بإعداد التقرير السنوي اللي هو خاص ب 2013، وحيكون هذا التقرير موجود لكل الناس على صفحات الانترنت وعن طريق وسائل الإعلام. عندنا صفحة خاصة بينا احنا، عندنا صفحة خاصة بينا على موقع التواصل الاجتماعي المعروف فيسبوك، وبإذن الله حيتم ينزل التقرير السنوي فيه اللي فيه كل اللي سيد نعمان كل اعمالكم نتمنى ان تجمل حصاد السنه، وان تكون ضيفنا هنا في هذا الاستوديو في مكان السيد ارم في حلقه مباشره لو تفضلت يعني بعد اذنك. انا نبي نسال سؤال طيب السيد. هذا وعد، اذا هذا وعد سننسق معك بخصوص الحلقه. طيب ارم قبل الحلقه الوقت بدا يداهمنا. سيد نعمان انا عندي ثلاث حاجات نكملها طيب. ان شاء الله خير. أستاذ نعمان شنو الصراع اللي صاير على صندوق الضمان الاجتماعي شركة الضمان للاستثمار، تصارع ان شكون اللي يمسك المنصب؟ صندوق الضمان الاجتماعي مر بمرحلة ما كانش المفروض يمر بها. هذا الصندوق ياكلوا منه العديد من الليبيين، ويتلاعب العدد تقريبا يا سيد آرم. صندوق الضمان الاجتماعي رفض، في رفض من الإدارة السابقة بعدم تسليم للإدارة الجديدة، وقعد في الصراعات هي ودخلت فيه حتى للأسف دخلوا فيه حتى بعض التوار بطريقة ما كانش المفروض انه يدخل فيها. هذا الصندوق كان المفروض ان رئاسة الوزراء او الجهة تتبع ان يولي اهتمام تام. احنا قاعدين نراقبه في الوضع عن بعد صراحة، ما سلناش حد ما بلغناش حد، ولكن جميع المعلومات طيب. سيد نعمان يعني لان الوقت دهمنا فقط كانت هناك اتصالات الان في الكنترول، العديد طلب منكم كهيئة مكافحة الفساد طلبوا منكم ان تقوموا بالتحقيق بخصوص موضوع 67 مليون من اجل جلب الطائرات، وخصوصا ان كانت هناك محاولة تلاعب من قبل هيئة السلامة الوطنية، فأتمنى أنكم تقوموا بالتحقيق في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك سيد نعمان. معلومة ثانية يا ريت ما تصلش عليه. تفضل أستاذ نعمان. أيوه. بما أنكم هيئة مكافحة الفساد، نبي نسأل 3 مليار متاع لجنة الطوارئ وين مشوا؟ اللي تقدموا للسيد يوسف منقوش، هل في لجنة استلام وتسليم؟ هل عندكم ورق وين مشوا؟ هذا تقدر تسأل.
على علم ان اي ميزانيه للطوارئ خاضعه لبنود فاس، وهذا لازم يعرفوها الناس كلها. بنود اي ميزانيه تنزل لليبيا من بنود باسم الطوارئ غير خاضعه لاي بند، يعني الصارف مباشره بدون تحديد اي بنود. لو ما يكونش الشخص وطني ممكن تبيع في لحظه، وهذا كلام معروف للناس المختصه. تمام. وتقدر تسال على الديوان المحاسبه، المفروض ان الديوان المحاسبه معاكم على مع مداخله. سيد نعمان نتمنى ان تقوم بالتحقيق في الموضوع اللي يطرحوه العديد من الطلبه، وهو موضوع هيئه السلامة الوطنيه. وشكرا جزيلا لك سيد نعمان في لجنه مكافحه الفساد. طيب ناخذ سيد مصطفى الصعيدي. مساء الخير سيد مصطفى. مساء الخير سيد محمد. طيب نعم تفضل. مرحبتين مصطفى. مرحبا كيف حالك؟ مرحبتين. هذا احد الطلبه اللي كان في بريطانيا، عرفنا به. ما هي المشكله هنا؟ لا مشكله شيء، لكن هو احد الطلبه الموجود كان في الخارج، طلع للخارج وما توفقش في الدراسه بتاعه، والحمد لله رجع ولام ضابط. هو يقدر يحكي لك براحه شو صاير في بنغازي، يحكي لك انك طيب الناس عايشه. ماذا يحدث في بنغازي مصطفى؟ والله يعني شوف، يعني في بنغازي يعني كما تقول الجيش بروحه مش قادر انه يضبط، حتى يعني حتى اللي يتكلم واللي اي ضابط يعني من ضباط مستقيم اللي يتكلم يتم اغتياله، يعني عباره عن حتى يعني يقول في عباره عن طيب. لو سالتك مصطفى يعني من يقف وراء هذه الاغتيالات بماذا تجيب؟ لا احد يعرف سيدي، لكن جميع الاصابع الاتهام، جميع الاصابع الاتهام تتهم كتيبه بما تقول انصار السريعه، لكن انا لا ادري ولا اريد ان اتهم انا، يعني فلذلك يعني انا في بريطانيا وكان معي استاذ ارم جالس بجنبك في يوم من الايام على هذا الفيسبوك، فيعني وجدت ان العقيد رحمه الله عليه الصالح الحفيري. طيب. وهو معروف في بنغازي لقد اغتيل، لماذا اغتيل؟ لانه وقف امام باخره من البواخر التي تحمل البترول خرجت من مدينه مصراتة، فاوقفها العقيد صالح الحفيري، وثاني يوم او ثالث يوم تم اغتياله هو وابنه. إذا كل من يتحدث في بنغازي يتم اغتياله. نعم يتم اغتياله. طيب أين الدولة الليبية من هذه الاغتيالات؟ يعني هل لها يد في هذه الاغتيالات أم ماذا؟ أنا لا أدري الصدق والأمانة، لا أدري في هذا الأمر، لكن سؤال، هذا السؤال يتوجه لشخصين فقط. من هما؟ الأول والأهم رئيس المؤتمر الوطني هذا أو علي زيدان، هذا هو أول شخص يشعر له هذا الأمر، والثاني هو رئيس الأركان العامة. طيب، لماذا رئيس، لو عرفنا سبب توجيه السؤال لرئيس الحكومة، إذا لماذا رئيس الأركان؟ من قائد، سيدي من قائد الجيش في ليبيا، ومن كان تروح في ليبيا الآن. أنا أحد طالبه، لكني على ما أظن يعني بعد هذا الكلام لن اصلح على الطلبه اكيد. اكيد وصلت فكرتك سيد مصطفى الصعيطي، نشكرك على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك. ارم يعني ما زلت ارى وثائق امامك في لوزاره الدفاع. لا ما عندي شيء، والله ما عندي حاجه. راه فك ذا يا راجل، فك، ما عندي شيء، خذه مهما، ولا ما عندي حاجه، واحد مش مغني على روحه، ما عندي شيء والله، حتى حتى دماغي تو نمت، غير في كونه من قالت له الاغتيالات، قال لك لي سلمي وقلت له يا حاج فاش بصار باهي، واحد عنده عواله بويا استشهد، انا عندي ماليه، انا مش خايف لكن خايف على اخوتي، نقولها لك انت، وانا مش خايف لان زمان انت جات لليبيا تمنينا كلنا الشهاده، لكن الشيء اللي تخاف منه انه يقتلك شخص كان نفسك معاك في نفس الجبهه او في نفس المكان او في نفس الشيء على خاطر مصلحه حزب او مصلحه ناس هم يستخدموا في شيء ويفهموا في الناس. يعني الله يستر علينا ويستر على ليبيا، بس نبي نوجه كلمه للمؤتمر الوطني.
أنا ما أعرف الإنسان الناجح أو الإنسان الطالب الناجح. مثلاً أنا لما نمشي المدرسة نقرأ أدبية ننجح من الدور الأول، ننجح من الدور الأول يعني أعضاء المؤتمر. تخش دور ثاني أعضاء لأنك فاشل، أنت تأخذ دور ثاني لأنك ما قدرتش تصفي في المادة الأولى، تحاول مرة ثانية. لكن هل تعتقد أن حتى الدور، لأن الدور ثاني ما عاش في دور ثالث، هل أنت واثق من نفسك أنك تقدر تنجح في الدور الثاني يا مؤتمرنا الوطني لو مدده؟ وعلاش تمدد؟ لأن أنت أثبت للأسف أثبت ضعفك، وأثبت أنك دخلت المؤتمر على خاطر مصالح شخصية في ناس انتخبناهم وصورنا لهم بدو يمشوا لرئيس الحكومة ويطلبوا منا في أشياء. رئيس الحكومة كلام خطير هذا. في ناس قالت لي الكلام هذا وهم مسؤولين عليه ولا مسؤول عليه، ما دام ما قلتها تو باهي. في ناس تمشي لرئيس الحكومه وتطلب منه في طلبات، تقدر تمشي كورنثيا الدور 15 وتشوف شكون يمشي غادي. قبل فتره هذه معلومه نقولها خيره وربي يرحمنا والحمد لله، ادعوا لنا بالخير باهي. قبل فتره، قبل ايام معدوده، قام السيد علي زيدان بتعيين احد اخوه أعضاء المؤتمر الوطني في جهاز صندوق، مش نجيب لك المعلومة مكتوبة هنا، لحظة لو تصبروا علي أعرف أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه طيب، صندوق يعني الأمان اللي ماسك حرمين، يعني كل الأوراق التي تقوم بتقديمها هي معلومات يعني عن الناس. أنا والله ما عندي حاجة، حتى دماغي بنمت باهي، غير خطوني خلوني أكمل قرايتي. السيد علي زيدان قام بتعيين احد اخوه اعضاء المؤتمر الوطني في صندوق الضمان. صندوق الضمان هذا صندوق كبير وفيه مليارات الله، يعني للاسف في اشخاص في اعضاء المؤتمر الوطني باعوا ذمتهم على خاطر مناصب وعلى خاطر اشياء وصفقات وتجاره. طيب، وباعوا ليبيا وداعوا يعني في الديتيل الاخيرات ارم من الحلقه، وبعد وبديت يعني ربما تتمصل من الكلام الذي قلته عماد، هل لهالدرجه يعني خطوره على حياتك وربما حياه أهلك من هذه المعلومات التي قلتها؟ الله أعلم. طيب، لماذا جئت من الأساس؟ والله جئت على خاطر دم الناس اللي ماتت، من بوج دمهم يمشي هيك. يعني تشوف الإرهاب لهالدرجة وهذه التهديد لهالدرجة؟ أنت تشوف الاغتيالات كل يوم، كل يوم يموت واحد، كل يوم يخطفوا واحد، كل يوم يعني رئيس مع احترامي يعني ناس خطفت رئيس الحكومة، ممكن تشوف فيه لأنه غلط. طيب، لأن لو قلت لك أقول لك حاجة، معلومة واحدة وبعتلي بنختم بها الحلقة هذه، آخر معلومة وأنا مسؤول عليها. معم القدافي المقبور الحق كل شيء باهي، الاتحاد الأوروبي عرض عليه إنه يبيع لليونان البترول بسعر مخفض. هذه معلومة وفي موجود حتى ورق فعلها باهي. القدافي رفض، قالوا له احنا نوقف معاك، الاتحاد الاوروبي يوقف معاك القدافي، وانت المجلس الانتقالي نوقف معاك، لكن بيع البترول ونتغاضوا على القتل ونتغاضوا على كل شيء ونوقف معاك ونبيع لك سلاح. باهي. السيد علي زيدان يوقع عقد مع مالطا بدون علم اي شخص في الدوله. بنزيدك معلومه ثانيه، بس خليني نكمل لك المعلومات هذه مش نمسحهم من دماغي، مش ما عادش يجيني حد، بالله ما تجوني، بالله ما تقربوا مني، خليني عليه حل كمل قرايتي. لمن توجه هذا الكلام؟ لأي واحد يبي يجيني، فهمت؟ من الأخير هيك واحد راه عندي عوائل وعندي اخوتي تام. اختم حلقة. تمام، ناخذ سليمان بيوض. سليمان مساء الخير. مساء الخير. طيب سليمان، قبل أن نختم ماذا لديك ما تقول؟ أنا حقيقة نحيي آرم على شجاعته وعلى بطولته، وهذا دليل على ان دمبوه ما مشاش هباء زي مدينة الشباب الاخرين، ونأكد على معلومة ان اعضاء المؤتمر يمشوا باوراق ويطالبوا مناصب عائلية ومناصب شخصية ومصالح واستثمارات وسرقة وفساد بكل انواعها. هذه حقيقة مطلقة وحتى انا مسؤول عليها. نأكد الكلام اللي قاله آرم وهو كلام موجود وموثق. اذا كان آرم ربما ان شاء الله ندعوه الان انه يكمل الحلقه ويتوجه مباشره للمطار ليخرج من ليبيا. لكن لن نخرج من ليبيا وهم يسرقونها، لن نخرج، لن نترك لهم ليبيا، وعليهم الا يمددوا من عمر المؤتمر الوطني، وعلى الشارع ان يخرج، وعلى الناس ان تخرج للشوارع اذا كانت تريد ليبيا. طيب السيد سليمان، يعني كذلك المجال مفتوح لك ولكل من يريد ان يتحدث، فمنبرنا منبر
الحيادية. شكرا جزيلا لك لأن الوقت دهمنا أرم في أقل من دقيقة. أرجوك أنا لنتبع تحالف لنتبع عدالة وبناء لنا الجبهة الوطنية. ممكن بويا كان عضو فيها ويعرفوه يعني قاسم ناجح باهي. أنا ما نتبع حد. أنا أنت مواطن ليبي فقط الغيرات على ليبيا. صحيح باهي. طيب وبالله عليكم سيبوني في حالي هذه الكلمة اللي نقول. طيب شكرا جزيلا لك أرم قاسم ناجعة. كذلك كما طالب المواطن أرم ناجعة ربما هذا أفضل تعبير. نتمنى من الجميع أن يتركه وشأنه. نتمنى لك السلامة أرم. إذا مشاهدينا الكرام لكل من ذكر اسمه في هذه الحلقة حق الرد نقولها بصراحة مفعول. هذا المكان في ليبيا هذا المساء من قناة ليبيا الدولية الاسم تمام أرم كل الأوراق عندي أنا الآن. نتمنى لك السلام تمام أتحمل السرية تمام. شكرا جزيلا لك أرم. كل من ذكر اسمه مشاهدينا الكرام بإمكانه أن يأتي إلى استديوهات قناة ليبيا الدولية ليصل صوته صوت المواطن الليبي الحر. حتى نلتقي مشاهدينا الكرام في حلقات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم.